طيب خلينا نبدا المحاضره بتاعت النهارده. بص خلينا نبداها مشاكل الاول، يعني ايه حصل لمين وهو لوحده، يعني ايه المشاكل او حتى فضوليا الاسئله اللي هو نفسه يسال. دولت الشطين اللي احنا خدناهم، حلو. دولت بصفه مبدئيه كده في مشكله، يعني أنا مشاكل وانتوا قاعدين بتكلم لوحدكم اللي هي ممكن تزهقك وتخليك تقوم تعملي كوبايه شاي وتسيب الماكس. إحنا بنحرك السما منين يا دكتور؟ شمعة شمس ولا شمعة ولا ايه؟ السما بنحرك الكلاودز اللي هي السحابات دي سما. إزاي؟ بص انت آه بتحركي الكلاود دي، احنا في حاجه احنا خدناها او سوري لسه ما خدناهاش اللي هي بتاعه الدوم لايت اللي احنا لسه ما خدناهاش. لو انت عندك في ري 6 هو في اوبشن اسمه كلاود جاهز، خد بالك انت كلاود ايه؟ بتتحكمي جاهز جوه السان لايت، يعني في اوبشن بتحطي عليه علامه الصح بس يطلع لك سما، بس ده في 6 بس. واعتقد انا فتح ما حد عملت كده. جهازه هايدي اعتقد وشرحناه من جوه بقى، غير الدنست بتاعتها والكثافه وتداخلها مع السما وهكذا. تمام. لا جوه 6 بس يا فريد. ماشي يا ايه دكتور. في الصورة التانية دي أنا معرفتش أطلع غير اللي هو اللون الأزرق ده، ما عملناش سم. اللي هو ده؟ ما احنا ما خدناش سما. لو كان عندك 6 كان ممكن بسهوله زي ما احنا شرحنا كده تطلعي السما. لا ما عندناش. لكن الزيتونه الاساسيه بتاعتها ان انت هو تعملي كاميرا وتشتغل جواها. قول يا واحد. الماتيريال بتاعت الكونكريت اللي احنا خدناها لما هقول جيت لك. اعملها امبورت طلعت سودا. طب بص حته الماتيريال دي فيها كام زيتونه كده مخفيه، خد بالك يعني دي انا مش عايز فيها ماتيريال، هي مجرد لون ده كان يكفي قوي. هو انا عشان بس اللي هو ما انا اللي هي هقول لك التربيع دي او اللي هو ما انا هقول الترسيمات لك اللي بين البتاع دي. ما انا هقول لك حته ان انت تعمل ماتيريال. انا بقول تاني عشان برضك لسه اللي احنا لسه ما جاش وبقيه الجروب لسه ما جاش، خدت بالك عشان لو سمع ما يفتكرش ان احنا خدنا ماتيريال، يا رب بس ما يتاخر. يعني هو كلمني بس تقريبا موبايله وقفل وانا كلمته وقفل وانا بكلمه، يعني ما لحقش يرد عليا. طب انا جبت هنا اي كتله خلاص، وده مش شرح، انا بقول لك يا احمد هو تاني ده مش شرح. فحضرتك هتيجي تاخدي من هنا اي تيكتشر من التيكتشرز اللي انت خدتيها يا فريده من المكتبه، خلاص هي مجرد صوره اهي شيدرز اهي، وهاجي هاخد ادي تيكتشرز اهي، وتعالى ناخد مثلا كذا الخشب او الستونز اي حاجه من دول اهو، بلاش انا عايزه الوان، تعال ناخد هم كلهم حلوين بصراحه، تعال ناخد ده وما شيلش ايديا الا هنا جه. جه. طب امتى ما يجيش بقى اي كتله ملعوب فيها او معمول فيها اديت بولي او معمول فيها اديت مش او اي حاجه من الموديفايرز دي، هو بيتطلب منك ان انت تيجي تخش من موديفاي وتيجي تقول له انا عايز امر اسمه يو في دبليو مان. ده هناخده في الماتيريال بس انا بقول لك عشان انت بتقول انها طلعت صوت، خد تمام. بالك بتعمل ايه دي، بتروح تفرد الماتيريال عندك على الكتله، هي مش هتبقى ظاهره اصلا لكن اللي هيظهرها مين؟ اليو في مين؟ دبليو مان. تمام. طب على انهي كتله عندك يا كاترين اللي هي مين؟ اي كتله معمول عليها اي موديفاير. طب تمام. طب معلش انا ما كنتش اقصد كده، طب انت كنت تقصد ايه؟ الكتل اللي انت بتجيبها من الانترنت اللي هي الاكسسوارز الجاهزه او حتى من المودلز اللي انا مديها لك تطلع سودا. طب انا اعمل ايه مؤقتا لحد ما احنا ناخد الماتيريال؟ هتفتحي الماتيريال اللي هي دي كومباكت ماتيريال، بدوس بالليفت كليك وافضل دايس يا فريده واخد اول اي، واي كوره تقابلك من هنا تاخدها تسحبها كده وتروح انت راميها على الكتل. شايف ده مؤقتا لحد ما ناخد الماتيريال. حد معايا يا اولاد؟ زيها زي الميه اللي هي ميه البحر لو البول، اساين وشوف، امسكها اساين وشوف، امسك كتله واساين، ده مؤقتا لحد ما ناخد الماتيريال. ده بالنسبه لاني ماتيريال اللي هي يا ابراهيم اللي هي الكتل اللي انت جايبها منين؟ من بره من بره. بره عملها من بره وصلت؟ جاهزة. لا والله انا جيت عملتها وما نفعتش. ليه ما نفعتش؟ لان هي ممكن تكون في جزء مطروح من جزء، مثلا زي ما احنا خدنا كنبه معمول لها اي حاجه وانت جبت الماتيريال اللي انا بقول لك عليها وجيت حطيتها عندك على الكتله اهي، الحق ظهرت او ما ظهرتش او جت بايظه، هتخش على موديفاي وتروح انت جايب له هنا امر اسمه ايه؟ يو بي دبليو، خلاص وتبتدي انت تظبطها عليه. وصلت؟ تمام. طيب ايه تاني؟ انا عايز اللي هي اللي انت وقعت فيه وانت لوحدك. يلا. أنا جبت صورة من على النت كنت عايزة أحطها ومعرفتش أدخلها، هقول صورة ايه بقى؟ صورة ايه؟ جبت صورة يعني قلت أما أجرب لون بيج بدل ما أعمل الكورة هي اللي بيج، قلت أجرب صورة بصورة معرفتش أدخلها. طب ينفع تبعتها لي هايدي الصورة دي على الواتساب؟ ماشي. وكان عندي سؤال تاني، جيت أسئلة بعد براحتك. الريندر
كنت عايزة اسيف الصورة يعني، خلاص صورة الريندر، بدل ما اعمل سكرين شوت ما تمام. عرفتش اعملها سيف، طلب مني حاجات كتير كده ما فهمتش ما انا ايه. هقول لك بقى، بص، ما هي دي من ضمن شرح النهارده المهمه قوي قوي قوي. طيب انت ليا انا شخصيا لما تيجي تبعتي لي، ابعتي لي برين سكرين. يعني ايه برين سكرين؟ يعني انا الشوت بتاعي اهو ده بعد ما اتظبط تمام، وعايز اشوف الاربعه فيو بورت، ان انا بقرا من هنا واشوف من هنا واشوف من هنا واقرا من هنا، انت عملت ايه او ايه الخطا اللي عملت، خلاص ده بالنسبه لنا. فانت بتدوس على كلمه برين سكرين وتيجي تفتحي هنا الواتساب وكليك يمين بيست، اللي انت خدتيها برين سكرين بتجيلك زي ما انت شايفاها كده. انا بقى اشوف كده ايه المشكله من الاربعه فيو بورت. طب والله انا عايز لنفسي، خلي بالك الويندو دي لما اي حد يجي تطلع له ما يعملش كونفرت، يدوس عندك على الكروس كده من خلاص، دي حاجه. طب انا دلوقتي عايز اعمل سيف، طب انا رحت عملت ريندر اهو والريندر بتاعي طلع، ادي الصوره اهي، احفظ دي ازاي؟ مؤقتا لحد ما اشرحها دلوقتي عشان دي مهمه، انا هاجي ادوس من هنا كده على سيف، واجي احدد من هنا اسم، واجي احدد من هنا ريزوليوشن، احدد من هنا قصدي اكستنشن. هتشايف ده غلط، اللي انا اخترته ده غلط. سيف، ليه؟ انا هقول لك حالا دلوقتي واقول له اوكي. ايه النتيجه للسيف المبدئي؟ ان الصوره بتاعتك طلعت فين هي يا حاج؟ خلاص خلصتيها، تروح انت جاي بعتها للعميل كده. طبعا اكيد اللي انا عملته ده خطا مليار في الميه، وهقول لك ليه حالا دلوقتي. خلاص واقول له سلام. ده نفس اللي انا عملته بالظبط. حلو، وهقول لك خطا ليه دلوقتي. طب هقول لك حاجه، بص انت دلوقتي لما تيجي عندك، وانا عايز بقى ايه يعني، كلكم اذان صغير، اللي عايز يكتب يقول لي عيد تاني عشان نكتب، او ملينا او حتى اكتب لي وابعتها لي، بس اهم حاجه ودنك وعينك معايا. بص دلوقتي انت لما تيجي تشتغل الصور دي، انا في عندي بس مشكله في الصوره الثانيه. الصوره الثانيه لما باجي اسيفها، طب لما باجي اكبرها كده بالباكسل، واحنا اتفقنا ان احنا بنعمل حاجتين يا اولاد، اللي هي ايه؟ بحط لو سيتنجز وقت ما انا بقى بعمل تيست، وبحط هاي سيتنجز لما باجي افاينل. هي الكلمه دي مطاطه، انا مش فاهم انت بتزود ايه وتنقص ايه، ودي في منتهى الاهميه. لو انا جيت هنا، ريزوليوشن. ايوه خدناها المره اللي فاتت، ما لا خدناش لا حاجه. لا اه، فانا هاجي هنا كده من قائمه ريندرنج ونمشيها واحده واحده، ادي ريندر ست ماشي، ثم اول عنوان اللي هو اسمه قامه، اللي هو ده. ماله ده؟ الجزئيه دي اللي هي اللي انا بتكلم عليها، هتشايفها بيبي ده اهي اندو، اللي هي انهي واحده؟ اللي هي دي. مالها دي بقى؟ دي فيما يسمى كاترين، اللي هي الريزولوشن بتاعت الصوره. طب معلش يا ولد انا مش فاهم يعني ايه ريزولوشن بتاعت الصوره، حد يقولها لي، يعني ايه كلمه ريزولوشن اصلا؟ يعني عدد البكسلز في وحدة المقاس، يعني سنتي انش whatever يعني. هو ايه ايه البكسل دي؟ احنا في عندنا حاجه اسمها بكسل؟ لا مش عارف، انا لسه بحاول اتعلم البكسل، ماكس. بكسل هو مربع اللون اللي بيتكون منه الصورة، يعني الصورة بتتكون من ملايين من الألوان، كل مربع صغير جدا جدا بيتمثل في لون واحد بس. تمام. طيب مين تاني؟ مين يعرف يعني ايه ريزولوشن بيت الناس؟ يعني انا برضو معلوماتي زي ما هي قالت كده، ان هي الصورة متكونة من كمان مجموعة من بيكسلز. تمام. طب أنا مش فاهم برضه. طب أدي الصورة أهي، معنى إنها بتتكون من مجموعة بيكسلز. لو جينا عملنا زوم إن عندنا على الصورة دي، تعالى بس أنا هقفل ده، استنى أفتح لك الفوتوشوب. خلاص، أي صورة أيا ما كانت هي أصل مكوناتها هي عبارة عن مجموعة مربعات. أنا مش فاهم بيكسل لسه بقى، خلاص إيه هي المربعات دي اللي أنا هوريها لك حتى على الفوتوشوب دلوقتي، اللي هي عبارة عن مجموعة بيكسل، ده مسماها الجرافيكي، يعني إنها تبقى في الجرافيك إن هي عبارة عن مجموعة بيكسل. طيب نتائج مجموعه البكسل دي ايه؟ استنى بس، هي البكسلايه او كل بكسلايه من دي يا ابراهيم ليها درجه لون، ليها حجم، ليها مكان كاكس وواي. نتيجه تجميعة البكسل دي جنب بعضها فانت بتشوف الصوره. كل ما كانت عدد البكسل دي كتير، كل ما كانت الصوره بتاعتك درجه الريزولوشن بتاعتها عاليه. تعالى كده وهمسك الصوره سواء دي او دي كده، اخدها اهي واحطها هنا. لو انا جيت هنا كده عملت زوم يا اولاد كده اهي، هتشوف المربعات دي كده، الواحده منها تسمى بيكسل. طب كل دي ليها لون اهي، وليها مكان كاكس وواي، وليها حجم بالبايت وبالكيلو بايت وبالميجا وهكذا. كل ما كانت البيكسل دي جنب بعضها يا كاترين كده، فانت بتشوف الصوره بتاعتك. طب تمام. طب معلش، هو لما بزودها انا بستفيد ايه؟ اقدر ان انا لما باجي ازودها
كيوزر عادي انا باجي بعمل زوم كده على الصوره بشوف تفاصيل تفاصيلها اللي هي دي. حد شايف تفاصيل الكتله اللي موجوده هنا مش عارف دي ايه؟ حد شايفها؟ لا لا مش لا شايف. يبقى انت كده محتاج لما تيجي تعمل ريندر ترفع درجه او عدد البيكسلز عشان الصوره بتاعتك تبقى واضحه. طب برفعها منين؟ برفعها من ده. اللي هي دي. هو حاطط لك اربع مربعات باربع مقاسات جاهزه، كبرها كام يا برهم؟ 800 600 لا طب معلش، ما ده يعتبر تيست. طب انا عايز ازود، خلي بالك الزياده كرقم، لو انت جيت حد قال لك حط رقم كذا في كذا وثبت الرقم ده، ده كذاب. خلي بالك كميه التفاصيل اللي عندك بتختلف على حسب شغل كل شط، وشغلك ستيل ولا مودرن وهكذا. طب ماشي، يعني مثلا شط زي كده احط فيه كام؟ شط زي كده ممكن احط فيه عندي مثلا هنا 4000 في الريشيو بتاعه. الريشيو بتاعه اللي هو احط الايه؟ اللوك ده. مش فاهم. المفروض ده مقاس الصوره اهو 800 بيكسل 600 بيكسل. مقاس الصوره كده عاجبك؟ يعني المربع ده كده عاجبك ولا انت عايز تبقى الصوره بالطول او بالعرض؟ ده سؤال. عايزة بتقول كده تمام. بالطول. يبقى انت عندك هنا الهايت ده هخليه هنا مثلا 1200. يبقى انت كده من المكان ده غيرت مقاس الاظهار بتاع الريندر، يعني انت لما هتيجي تعمل ايه ريندر يا فريده كده الصوره هتبقى بالطول. ده الشط اللي انا وريته لكم من شويه. يعني بدل ما كانت مربعه كده بص هتبقى عامله ازاي؟ اهي. هتشايفها؟ تمام. يبقى انا كده اول استخدام يا برهم في الجزئيه دي ان انا بعدل من مقاسات الصوره طولا وعرضا. طب في حاجه تانيه، المقاس ده عجبك والريشيو ده النسبه والتناسب دي عجبتك، حط اللوك هنا. يعني ايه احط اللوك هنا؟ يعني انت لما هتيجي تحط له هنا قيمه ولتكن مثلا 4000 بيكسل هغير اللي فوق. بنفس النسبه. حد معايا يا اولاد؟ طب انا استفدت ايه لما جيت زودتها؟ لو انا حبيت يا فريده اجي اخش عندي هنا زوم كده كاتنا عندك على الجزئيه دي اقدر اشوف تفاصيلها وتفاصيل الحلقه. حد معايا؟ حد معايا يا اولاد؟ خلي بالكم عشان دي مهم. خلاص؟ طيب يبقى كده انت عندك اول جزئيه اللي هي مجموعه موضوع البكسل اللي انت بتزودها اللي هي دي. وبتزودها منين؟ وغير مثلا منين؟ المربع ده. هتشايفه؟ تمام. في سؤال مهم بقى بالتبعيه كده المفروض حد يسأله، ايه هو؟ لو تحبوا نطنشه مع انه مهم يعني. المقاس بتاع الصورة يعني ايه؟ ما هو 4000 بيكسل في 500 وشويه. أنا عارفاها بالبيكسلز، لكن مش عارفة دي كام في كام. لو أنا عايزة والله مقاس لديك خمس مظبوط درجات دلوقتي حالا قبل ما اكمل شهر. ربنا يخليك. كاترين تمام. بص بقى، هو انت دلوقتي جبت مقاس الصوره بس بالبيكسلز. هو انا مش فاهم بالبيكسل دي، لما اروح للراجل اقول له روح اطبع لي مقاس الورقه دي عشان اطبعها على الشخصيه بتاعي، اقول له 800 بيكسل في 600 بيكسل، اؤمر يعني. حاول لما انت هتيجي هنا كده مقاس الصوره ده عباره عن ايه؟ يعني انت لو جيتي عملت هنا كده فايل نيو على الفوتوشوب كده يا فريده، فانا هاجي اقول له مثلا لو سمحت انا عايزه بالسنتي، انا محتاج طولها 10 او عرضها 10 وطولها برهم هنا 10. خلاص؟ طب انت عايز الريزولوشن بتاعتك قد ايه؟ انا هنا حاطط مثلا بيكسل على السنتي، يعني انت هنا بتقول له والله انا عايز في السنتي المربع الواحد حط لي 100 بيكسلات. شايف؟ ده مقاس الفايل. مقاس الفايل كام يا اولاد دلوقتي؟ 10 في 10 سم في 10 سم. ده اللي انا هقول له للراجل اللي هيطبع. وهي كريزولوشن بتاعتي انا بقى كده عندي ككاتنة عشان اشوف التفاصيل هي 100 بيكسل في السنتي. طب يبقى كده مقاس الصوره بالبيكسل كام؟ حاجه كاترين. 1000 في 1000 ايه ده ليه يعني؟ مش انت بتقول لي ان السنتي مش دي 10 ودي 10 وان السنتي المربع هنا فيه 100 صح؟ يبقى ال 10 فيهم كام؟ 10 يبقى معنى كده ان البيكسل دايمنشنز اللي هي بتاعت الصوره اللي هي موجوده عندك هنا اهو كده. سيلفان انت معايا؟ سيلفان عشان ده مهم يا سيلفان. بص لو انت جيت هنا كده هو ده اللي هو الايه؟ ال 1000 في 1000. يعني معنى كده ده طول وعرض الصوره بس بمين؟ بالأبعاد دي بالبيكسلز. طيب جت كاترين قالت لي طب والله انا عايز ترجمه ده بس بالسنتي او بالملي او بالانش، اجيبه منين؟ اللي هي لسعت مني خمس درجات دلوقتي. هاجي من هنا من قائمه ريندرنج هي وهاجي اقول له لو سمحت اديني مين؟ برنت سايز برنت سايز اسيستنت. برنت سايز دي اسيستنت خيارك انت عايز تشتغل ملي ولا انش؟ ما دي وحدات متعارفه اهي ما فيهاش مشاكل. طب تمام هشتغل مثلا انش. طب تمام
الدي بي اي اللي هي دوت بر انش اللي احنا كنا بنتكلم فيها، مش انا هنا كنت حاطط بالسنتي اهي، مش هي 10 في 10 هنا في بيكسل على السنتي، لا انا ممكن اخليها انش عادي، ده متاح، ودي ممكن اخليها هنا انش، ودي ممكن اخليها انش، يبقى انت كده مقاس الصوره بالطول والعرض الانش، والانش المربع فيه كذا بيكسل هتشايفه، هي دي. فانت عندك ادي طول وعرض وادي دي بي اي اللي هي دوت بر انش، اللي هم دولت الثلاثه دولت اللي هم ترجمتهم مين؟ ال 800 و600. حد معايا؟ بس ده انا بستخدمه كريزوليوشن، لكن لو انا هروح اطبع انا محتاج اعرف مقاس الصوره ايه. حد شايف؟ معلش لحظة تاني، ايه ال DPI؟ الدي بي اي اللي هي ترجمه او اول ثلاث حروف من دوت بر انش، يعني انت عايزه في الانش المربع كام بيكسل؟ كام دوت؟ كام نقطه؟ لا انت مش فاهمه. بصراحة طب حلو، بص انا حاجه امسح ده كده، انت عندك هنا مقاس الفايل كام؟ تعالي نشغل الانش او نشغل بالبكسل ده. حلو، عايز مقاس الفايل بتاعك كام؟ مش انت قلت له هنا 600 في 800، مش ده اللي كان موجود هناك؟ صح، تمام. الريزولوشن بتاعك قد ايه؟ هنقول مثلا 100 على السنتي او على الانش، يعني انت كده مقاس الصوره 600 في 800 صح بالبكسلز. طب مقاسها كام بالسنتي؟ كام؟ 6 في 8، في 8 الله، لان انت حاطه كام في السنتي المربع؟ 100. يبقى معنى كده ان طول الصوره وعرضها بالبكسل 600 في 800، اللي هي كام بالسنتي؟ اللي هي 6 في 8. وصلت؟ تمام. طب معلش انا بتلخبط ومش ناقص احسب كمان، طب انا هعمل ايه؟ انت هنا بتتعاملي بريزولوشن ايه؟ ريندرنج، ريندر سطح. يعني يا دكتور، انا بحط الريزولوشن الاول ولا بحط الابعاد؟ لا بحط الريزولوشن الاول اللي هي دي 800 و 600، دي وقت ما انت بتعملي تيست وانت جاي ترفعها يا ابراهيم، انا هكتب هنا كده 4000 اهي شايفه؟ تمام. خلاص؟ واعمل ريندر عادي خلاص. لا طب معلش انا عايز مقاس معين، A4 A3 A node اي مكان، لو انت احتجت المقاسات بالسنتي او الانش يبقى انت هتطلع منين؟ انت مش هتغير في حاجه، ده هو اوتوماتيك هيترجمها لك اهي، مش انت خلاص حطيت المقاسات اهي؟ خلاص، عايزها ابراهيم بالانش ولا بالسنتي باللي بنلي؟ بالملي. اهي بالملي، يبقى ده مقاسها بالملي، 451 ملي و338 ملي في الدوت بر انش، عدد البكسل في الانش المربع، الحسبه دي بتتقال للراجل بتاع الطباعه بتاعتك انت اهي، وهما الاثنين سوا بعض. كاترين تمام. انت مش فاهم؟ لا لا تمام. لا مش فاهم. لا لا صدقني، طب في حد مش فاهم؟ انا دلوقتي الريزولوشن بيبقى 300 ده ثابت ولا هو لا بيتغير على حسب؟ ما فيش حاجه فريده ثابته، هي الثابت ده على حسب التفاصيل اللي انت محتاجه ان انت تطلعيها في الكتله، لان انت ممكن ما تزوديش 4000، يعني ممكن ما اعملش ما احطش الارقام دي، اذا كان الشغل بتاعي انتيرير مودرن مطبخ او حاجه ما فيهاش تفاصيل ولا حلايا، عمرك ما توصل ل 4000 عشان ما تقليش على الفايل اونت، انا قصدي ان احنا لان انت كل ما بتزودي البيكسل دي تقل الفايل نفسه بيزيد والريندر كمان وقته بيزيد. تمام. طيب انا قصدي ان احنا بنحط الابعاد دلوقتي، احنا حطينا الابعاد بس الريزولوشن بقى يعني كالكيوليتد لوحده كده بقى 300 ولا ايه بالظبط؟ ولا احنا اللي حاطين 300 في دي بي لا اي؟ لا ده حطهولك ستاندرد، ممكن ابدله بس هو ده الستاندرد بتاعه، تمام ماشي، هو ده ماشي تمام، ده مش حلو. عايز حاجه تكون محفوظه، فاهمه؟ لا لا والله انا فهمت، يعني هو احنا هنا هو كاتب او choose دي بي اي فاليو، تمام احنا بنختار والمقاس احنا بنحطه على حسب المشهد اللي احنا عايزين نرندره. لو عايز تزودي تفاصيل فانت بتزودي الدي بي اي، يعني ممكن اخليها 600، تمام. هيغير لك بقى. بص وخلي بص بقى بعد كام بيكسل. ايوه، ما هو ده اللي انا قصدي بقى، طب معلش، 8000. طب انا لو رحت الشاشه تاني هلاقي نفس الحاجه دي؟ بص كده، هو تقيل عشان كده. شايفها؟ ايوه ايوه وصلت، دي مهمه قوي. وصلت يا ماشي اولاد؟ وصلت؟ تمام. اه تمام. طيب دي حاجه وحاجه مهمه، نرجع بقى تاني لنفس الشكل ده كده عشان ده سكه موضوع تاني خالص، ريندرنج ريندر سيت، قصدي اللي هي برنت سايز اسيت على الوضع احمد.
خلاص تعالى بقى نرجع تاني كده. فهو هنا بيقول لك هنا ابراهيم هتعمل ايه؟ سيف للفايل، شايفه؟ طب بص كده ابراهيم هو حاطط لك اكستنشن ايه؟ تي اي اف. الله، ايه ده، معلش فيها غيرها؟ لا مفيش. نرجع بقى لنفس السؤال، مش عارف، مش فاكر مين سألهوني انا بحفظ الفايل ازاي؟ اعتقد كاترين قالت لي انا عملت زيك كده. بص انا عملت سيف اه، جي دي بقى دي مصيبه جي سوداء. بي جي. اه ليه، ليه مصيبه سوداء؟ اولا ان انت اكيد في حياتك ما تستخدمي الجيبك اللي هي الجي بي جي. ليه يا عم الحاج؟ ليه وحشه في ايه؟ هقول لكم، مين فيكم هو صغير كان بيلون بأقلام فلوماستر 6 الوان كراسه الرسم؟ كلنا تمام. لو حد منكم حب يروح يلون سمكه او شعب مرجانيه بتاعت البحر الاحمر بال6 الوان هينفع؟ لا، ليه؟ محتاجة ألوان أكتر، ألوان محتاجه غامقة. عدد الوان اكتر، فمعنى كده أيوة ان انت هتفقدي بعض الايه، الالوان اللي انت هتستخدميها، صح؟ أه تمام. دي حاجه عندنا في شغلنا اسمها كلر ديبس، اللي هي العمق اللوني. خلاص، يعني ايه كلر ديبس؟ يعني بيقول لك ان انت عندك الالوان بتاعتك المستخدمه قد كذا. فانت لما بتيجي تعملي هنا سيف للفايل بتاعك كجيبيج، هو بيحفظه لك 256 لون فقط. يعني لو عندك شعب مرجانيه ولا حاجه، هو الالوان المستخدمه في الاظهار ادي الجيبيج اهي، واقول له هنا كده سيف، خلاص هيحفظها لك 256 لون بس. هي هتفرق معايا في ويقرب حاجه؟ الألوان لبعضها بقى ولا جدع، برافو عليك. طب لكن لو انت، طب ايوه، اختار ايه هنا وانا بفاينل؟ عندك حاجه من 3، يا اما اختار ايه؟ اف اكس ار او بي ان جي او تي اي اف. المتداول عبورهم التي اي اف والبي ان جي. الاكس ار مش متداول. خلاص، طب معلش، امتى اختار البي ان جي؟ لما اكون عايز احفظ ملف اوديه عندي على الفوتوشوب اعدل الخلفيه، لان انا البي ان جي بيطلع لي الصوره هنا من غير خلفيه. خلاص، تمام. يعني مثلا منظر البحر مش عايز ليه سما، فانا احفظه هنا البي ان جي اوديه على الفوتوشوب احط له اي صوره سما. لا والله انا عاجبني الصوره بسماها بكل حاجه، فانا اختارها هنا تي اي. تي اي اف ده ما بيخشش على فوتوشوب. لا، بيخش على كل حاجه، كل حاجه بتتعمل. ايه خلاص، فانا اختار تي اي اف. هو الفرق ما بينهم؟ تي اي اف بيحفظ لك الصوره بالباك جراوند، بي ان جي بيحفظ لك الصوره من غير باك جراوند، الجيبيج ما تجيش جنبه خالص. تمام. خلاص، فانا هختار تي اي اف. هو كده خلاص الكالر ديبس هيتعمل؟ لا لسه. هتيجي لما تيجي تقول له هنا سيف، هيخيرك بقى. دي بقى القصه او الزتونه بتاعتها، اللي هي الكالر ديبس او العمق اللوني او عدد الالوان المستخدمه. اكيد مش هختار 8، هختار يا اما 16 او، 32 لا مش فاهمك انت تقصد ايه بالظبط بصراحه يعني. طب تعالى كده، انت عندك البيتس بتاعتك اهي، لو انت عندك الالوان المستخدمه 3 بيت بس، يبقى انت مستخدمه كام لون؟ ثمانية. تمام، وادي الصوره اللي هتطلع منك. طب لو انت هتختاري 8 زي الجيبيك كده، هيبقى عندك كام لون؟ 256 مش عارف حد شايف التقطيع او الفروق ما بين الالوان اه ولا لا. طب لو انا جيت استخدمت مثلا 24 بيت، انت عندك كام لون يا حاج؟ 16 16، مليون 77، ده 216. كتير، ده كتير، انت فاهمني؟ بس بص شبه الثمانية أوي، نعم فندم؟ صورتين شبه بعض، لا مش شبه ثمانية بعض. هقول والأربعة لك تاني، ادي هنا 8 وادي مثلا 16 اهي. بص 8 الفرق ما بين كل لون قد ايه؟ بص شارب ازاي؟ بص هنا 16 بيت سايحين على بعضهم بالعاميه كده قد ايه؟ هتشايف يا اولاد عامله ازاي؟ تمانية. تعالى كده تاني اهي، دي الاربعه بيت وادي عدد الوانها 6 بيت وادي الوانها. بص السموزنج عامل ازاي؟ بص كميه الالوان القليله عامله ازاي؟ بص ال 8 بيت عامله ازاي؟ طبعا 8 بيت احنا ده اللي احنا مش هنستخدمه. خدت بالك؟ تعالي نجيب صوره تانيه. دي حد يقول لي كده في فرق؟ بص دي 8 بيت كالر، بص ال 24 عامله ازاي؟ يعني انت تقصد اهي ادي 8 وادي 16. استنى انا عايز اخد لكم صور من دي ابعتها لكم عشان بس للتذكره. طب يا دكتور، لو انا اشتغلت على الفوتوشوب لازم تبقى نفس الاعدادات دي؟ اه طبعا، هو هيديها لك اصلا اوتوماتيك يعني باي ديفولت، هيديها لك، خلي بالك. هو احنا قلنا البي ان جي ده بباك جراوند ولا من بدون غير باك باك جراوند، جراوند؟ بدون باك جراوند. بص بص دي كده، بص دي عامله ازاي؟ بص الكالر ديبس عامله ازاي؟ طب هات قوي دي اه هات صوره طبيعيه. بص الفرق ما بين 16 256، 16 مليون16 و7 مليون ب 10. و700.
الكلام ده مهم. يعني انت بعد ما انت يطلع عينيك في الصوره والديزاين بتاعك على الماكس، تفاجأ وانت بتعمل سيف ان الصوره وحشه. انت حد معايا يا ولاد؟ الكلام ده مهم. الكلام ده انا تمام. بديه في اول محاضره من ادفانسد في ري. خلاص؟ فانت الكلام ده مهم عشان هيعك معاك لو انت ما عملتش. بص يعني تعالى اديك كمان حتى مثال. اهي دي صوره. اهي. بس انا عايز المقارنه ده اهي كده مثلا زي دي كده. ده 2 بيت وده 4 وده 24. اعتقد كده هي خلاص هي رسخت في دماغكم يعني. خلاص؟ طب سؤال بقى طمعا بقى، وانا واحد من ضمن، فانا لما باجي اعمل سيف للصوره اكيد هختار مين؟ يوسف. 32 ده 32 أعلى طبيعي. حاجة. اه بس استنى، ده جه احمد قال لي ايه؟ انا عايز ادخل الصوره على الفوتوشوب اعدل عليها شويه، اغمق افتح العب في الصوره، هي كده كده تي اي اف مش مشكله، بس عايز اروح اعملها ريتاتشنج. اغلبيه اوامر الفوتوشوب مش هتشتغل مع 32 بيت، ما فيش هتشتغل مع 16. ليه؟ ما بتشتغلش الى الان، ما بتشتغلش ضمن مقفوله. طب يبقى القرار بتاعي، هل انت هتروح تودي الصوره بتاعتك على الفوتوشوب تعمليها ريتاتشنج؟ لا، يبقى انت اختار 32 بيت. هتشايف؟ طب تفرق ايه؟ ايه الفرق ما بين الـ16 دي و16 دي؟ لا، ما دي بالظبط. انا هقول لك دلوقتي عليه دي بتعمل ايه. بس احنا ادي 16 بيت كلر وادي 32. لو انت هتودي على الفوتوشوب هتختاري مين؟ 16 16. طب معلش، انا غلطت واخترت 32 بيت. خلاص وسيفت. خلاص والصوره طلعت عندي، يا رب تطلع بره هنا دلوقتي، مش عارف احنا سيبناها فين. هي دي يعني. هل دي كام؟ 32 32. تمام. انا بقى عايز اخدها على الفوتوشوب ونشوف الراجل ده بيتكلم صح او لا. هطلع هنا كده فايل اوبن، وهطلع هنا كده على الصوره، واشوف اللي هي اخر واحده ايهات كتير. فين يا اولاد؟ فين 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 هي فين؟ موجودة؟ اه ما هتبقى موجوده، هتروح فين يعني؟ هي مش كانت دبل ايه تقريبا؟ هي عدت، هي عدت عدت. بالإيه طب تاني؟ احنا لو احنا نوجع دماغنا ليه؟ كنسل، واجي هاخد الصوره اللي هي دي كده، واخد هنا كده دراج، واحطها عندي من فوق عشان تتفتح اوبن لوحدها. جت. هروح اعدل بقى، ما انا نسيت، وهي 32 كالر بيت اهي، حد شايف 32 اهي؟ طب اطلع كده ايمج ادجستمنت لو سمحت، انا عايز العب في الكالر. الحق ده مقفول. طب عايز العب في البلاك اند وايت، مقفول. طب انفرت، مقفول. سترايس، دي شولد، جريدينت، ايه ده؟ ده مقفول. طب انا غلطت بقى ان انا حفظت 32؟ لا، اطلع بقى من ايمج ادجستمنت او من ايمج مود، واروح اقول له لو سمحت خليها لي هنا ايه؟ 16 شربت. خلي بالك دي زيتونه بتاسك زياده في الفوتوشوب. ها؟ طب هو انا كده ينفع اعدل فيها؟ اه. فتح. فتح. وصلت؟ حلوه تمام. الزيتونه دي؟ نايس. تمام. يبقى انت كده اول حاجه وانت بتعمل سيف الصوره دي بقى، دي مصيبه لو انت ما حفظتهاش صح. هتلاقي كتابك كله راح قوي. طيب ده في موضوع، احنا كده خدنا عنوانين بس يا احمد. خدنا عنوان، انا عارف انت مش موجود، بس احنا خدنا عنوانين. اول عنوان اللي هي درجه الريزولوشن، ودي مهم. تاني عنوان مش عارف حد فهمها، موضوع الريزولوشن ده اه ولا لا؟ تمام. فهمتوها ولا نص؟ فهمناها بس مش عارفة أحدد على أساس إيه أحط أرقام إيه، اقول لك بص، اختياري للأرقام. اقول لك استنى، هي فاكر مش حاجه؟ بينطبق عليها نفس الـ الموضوع بتاع الفوتوشوب، يعني اه مثلا هي زي اه الريزولوشن هي ايوه هي نفسها صح؟ اه هي هي بس تعالي كده عشان بس يبقى الكلام ايه واضح اهو. دي صوره الذكاء، عجبت كاتب وعايز تاخدها في مشروعها مثلا. اه ده احنا عايزين نشوفها انا وانت يا كاتب. حلو. فانت بطبيعه الحال هتيجي تعمل ريندر عادي يعني، صح؟ احنا تقريبا ما عملناش كاميرا، صح؟ اه ده برسبكتيف. فانا هاجي اعمل هنا كده الكاميرا بتاعت اللي هي كانت موجوده اصلا، هي دي. انت ممكن تستغلي كاميرا موجوده اصلا يعني، بدل ما اروح اعمل كاميرا تانية او اعمل يعني مش هتفرق يعني. امسكها كده اهي، هي دي، واجي هنا واقول هنا كنترول سي ثم سي. انا كده بقيت بص بعين الكاميرا واعمل رن. حلوة كاترين، ممتازة صح؟ فظيع.
تعالى نعمل هنا ريجن على حته عشان ما نستناهوش، احنا عايزين نرسم نوكات الحته دي بس. ستوب، وراح اعمل كده على الحته دي. حلوه صح؟ حلوه. وحشة جدا. احنا عايزين نروح نرسم الحتت دي كويسه. هينفع اخد تفاصيل؟ لا خالص. خلاص هروح انا جاي اعمل ايه ده بناء على طلبي انا وكاترين ان احنا محتاجين الحته دي، فانا هروح جاي من ريندرينج ريندر سيت اب، وراح جاي مزود مين؟ صاحبنا ده. عايز اعمل حاجه تزودها كام؟ تعالى نجرب، وبرضك احنا مش هنزود الا في حدود اللي ايه اللي يرضيكي ويطلع لك المصلحه بتاعتك، فانا هخليها هنا 2000 الاول. خلاص؟ فيعني هخلي الرقم عندي ده كده 2000 وادوس انتر، هيحط لي نسبه فوق، واروح جاي عامل رن. تعال نشوف برضك هيفرق معايا الحته الصغننه دي ريزولوشن هيبقى احسن ولا لا. ما فرقش هروح اخليها 3، ما فرقش هخليها 4، المهم التارجت بتاعي انا وكاتر ان احنا عايزين نروح نشفها وتبقى التفاصيل باينه، اروح اعمل. حد معايا؟ اهي ايه بقت احسن، بقت أحسن كتير. وصلت. يبقى كده التارجت بتاعنا وانت اتحقق ولا محتاجين نزود؟ لا اتحقق. خلاص يبقى انا مش محتاج ازود، اللي هيقول عامل لك رقم معين هيبقى كذاب. وصلت. ماشي تمام. طيب تعالى بقى للمصيبه الاكبر، هو انت مالك دخلينا في مصايب ليه كده النهارده؟ ما انا هقول لك الوقت، انت عندك هنا اهو لما بتيجي تعملي فاينل ريندر، وكان الراجل ده عمال يزود لنا حاجات وسب ديفيجن مش عارف 4 وريديانس ولايت كاش والكلام ده كله صح؟ اصل بص، اصل الفي راي بيتعامل بحاجه اسمها سب ديفيجن. هو ايه ايه السب ديفيجن ده؟ بالمعروف بالفي راي يعني هي عباره عن ده المتعارف عليه لغويا، عباره عن مجموعه تقسيمات بيقسم لي بيها البيكسلز عشان يحسب لي بيها الاضاءه المباشره غير مباشره في كل بيكسل من البيكسلز بدقه اعلى فتطلع واقعيه. شكرا. فهمت حاجه؟ لا. بص، ونفترض ان انت عندك مثلا بنك من البنوك اللي موجوده في مصر، حلو؟ فيها محاسب بس واحد بيحسب حسابات العملاء كلها. ايه اخبار الحسابات ايه؟ لا صعب أوي. هتبقى مكروته صح؟ تمام كده؟ طيب انت كده حاطه لو سيتنجز. ليه؟ انت بتقولي له كارود في الاظهار، انا بس مجرد عايز اشوف الشمس طلعت، الكتله موجوده، اللمبه نورت، مجرد ان انت بتعملي تيست. حد معايا يا اولاد؟ تمام. طب انت جايه فاينالي جبتي 10000 محاسب يمسكوا حسابات البنوك كلها، هل الحسابات هتبقى ادق؟ طبعا. تمام. فانت وانت بتعملي فاينل انا محتاج اروح ازود السب ديفيجن. ليه؟ اللي هي المحاسبين، عشان حسابات الاضاءه المباشره والغير مباشره تبقى دقيقه. تبقى دقيقه يعني ايه تبقى دقيقه؟ يعني هو يطلع لك افكت الشادو زي ما موجود وانت شايفاه على الحيطه، اللمبه اللي عندك في البيت، السموزنج بتاعه، النقاء بتاعه، اللايت يبقى سموث وناعم. حد معايا؟ فهو بقى بيعمل ايه؟ هقول انا في صوره هجيبها لكم وهبعتها لكم برضه، وهي كده كده موجوده في الفولدر بتاعي اللي انتوا اللي هو معاكم يعني. بص، احنا اتفقنا كل صوره هي كذا بيكسل صح؟ احنا هنا بقى الفي راي بيتعامل بايه؟ بالبيكسل دي، ال1 بيكسل هتشايفها؟ فانا هاجي اقول له ده البيكسلايه الواحده، فانا هاجي اقول له حط لي 2 محاسبين، هتشايف؟ يعني 2 سب ديفيجن. فكل تمام. محاسب من دولت هياخد حتتين من ال1 بيكسل يحسب حساباته، ربط ده مباشر وغير مباشر. حد معايا؟ يعني هنا كده معنى كلمه 2 سب ديفيجن يعني كل بيكسلايه هتتقسم كام جزء؟ 4 أجزاء. يبقى كل محاسب من دولت هياخد جزئين يحسب حسابات اضاءته. حلو. تمام. احنا في حياتنا ما حطينا 2 ابدا، انزل كده لو انت جيت حطيت 3 سب ديفيجن يبقى كده كل بيكسلات تقسم كام؟ 9. 9. برضك احنا عمرنا ما حطينا حتى في التيست 3، احنا في التيست بنحط كام؟ 4. 4. أربعة يبقى كده كل بيكسلايه هتتقسم كام يا اولاد؟ 16. يا نهار اسود، كل بيكسلايه 16. واحنا كنا حاطين هنا ابراهيم كام بيكسل واحنا بنعمل تيست حتى؟ استنى كده، 2000. لا تيست كانت 1600 ده انا ما عملتش فاينل. ده حد واخد باله؟ يعني انت وانت هنا بتعملي في الكومن انت هنا حاطه له 800 بيكسل 600 بيكسل، يعني انت كل بيكسلايه في التيست هتتقسم 4 صح؟ وانت بتعمل تيست يعني كل بيكسل هتتقسم 16 جزء، يعني معنى كده ان انت عندك الفايل هيبقى ايه؟ كبير، ده تيست.
عشان كده اوكي كل ما باجي ازود درجه الريزولوشن او ازود سب ديفيجن في الفاينل، الفايل نفسه بياخد وقت في الايه وانت بتعملي الرند. طب احنا هنحط كام في الفاينل؟ حاجه احط هنا اهو، اتفقنا لو انت جاي هنا في البي راي في الباكت هنا اهو، اروح جاي كاتب دي، اروح جاي كاتب دي 24. يا نهار اسود، يعني كل بيكس هي تتقسم كام جزء؟ مين يضرب 24 في 24؟ كتير؟ كام؟ 576. تمام، ده تقسيمه البكسلايه الواحده. وانت بتعملي فايل فاينل يا فريده، احنا اتفقنا ان ده 4000، هتشايفهم؟ احسب بقى، انت خدت بالك؟ فعشان كده ان انت عندك اصل الفي ري بيتعمل ايه؟ بتقسيمه البكسلز اللي هي الصوره دي زي ما انا بقول لك، هي دي اللي انا هبعتها لك حالا دلوقتي. دي مهمه قوي كده، مش مهم عشان حاجه ولا هنعمل دكتوراه في الفي ري، بس عشان انت تبقى فاهم هو بيشتغل ازاي وبيتاخر ليه، خلاص؟ وتبقى عارف ان انا لما جيت حطيت هنا رقم كذا اهي، مش انا هنا جيت في الفي ري في الباكت دي قلت انا حطيت له 2، يعني معنى كده ان انا قصدي ان انا اخلي التيست كمان ازيد، يعني اخليه ضعيف شويه، اخليه بيكروت، اجيب له 2 محاسبين بس. وصلت؟ طيب تمام. يبقى معنى كده ان انت لما هتيجي هنا في الجي اي، خلاص انت جبت هنا كذا محاسب، 24 محاسب، فخلاص هنقسمه بقى ادارات، اداره اللي هي بتعمل لي حاجه اسمها برايمري انجن وسكندري انجن، دي اداره ودي اداره، كل واحده منها هزود الكواليتي بتاعتها، يعني خلي لي ده بمنتهى الدقه، وتعالى هنا لللايت كاش خليه لي 1500 1500 سب ديفيجن. نعم، كام يا ابراهيم؟ 1500 الله، يعني كل بكسلايه تتقسم كام يا ابراهيم؟ هذا كثير بقى ده. 1500 في 1500، حد معايا اولاد ولا فين؟ يا نهار اسود، الوان بكسل، وانت هتيجي هنا حاطط له هنا 6000 ولا 5000، فهو ده السبب. وانت بتعمل فاينل ان انت بياخد معاك شويه وقت وبتسيبه، ما ينفعش انت تشتغل عليه عشان يطلع لك هاي كواليتي. يعني هو اجمالي بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه للمحاسب اللي واخد جزء صغير، فبيقعد يفنط كل اضاءه مباشره وغير مباشره من اللي انت حاططهم، ويديك الايفكت الطبيعي بتاعهم على الحيطه او على الارض او على الماتيريال او على الريفليكشن. عشان كده احنا بنيجي نقول الصوره دي مش فيك، الصوره دي زي اللي انا بشوفها برضه، يعني بطبيعه الحال من جواك كده. اه الصوره دي حلوه، ليه حلوه؟ لان انت شفت قبلها في الباك جراوند بتاعتك عندك في البيت، في الفندق، في الشارع، وهكذا. وصلت القصه؟ الحدوته دي مهمه، واللي يجي يملي عليك ارقام الكلام ده كذب، ليه؟ فتحات المبنى بتاعك غير المبنى بتاعه، الماتيريال غير الماتيريال، الريفليكشن والاضاءه وتوزيعها مختلف. هو ممكن يكون الرقم اللي هيديهولك ده مناسب، لان في بعض الناس بتحفظ ملفات سيتنجز وبتقول لك خد رندر بيضا ده هيبقى تمام، زي اللي بيديك حبيتين ريفو وكده وانت عندك برد. حد معايا؟ هو مناسب بالنسبه له هو، لكن بالنسبه لك انت، الفتحات الديزاين بتاعك انت، كل تفاصيلك انت مش مناسب. حد معايا؟ بس انا اتلخبطت شوية. يعني احنا كده معانا حاجات كتير ممكن نتحكم فيها. طبعا. بص هقول لك حاجه، ما انا مش شطاره ان انا اديكي اديكي القيم واقول لك احفظها، انا لا افهمك، لا، اه افهمك، وممكن ناخد مثال زي ده اقول لك حط فيه رقم كذا، فاهماني؟ الكلام ده وصل؟ تمام. تمام. الثلاث نقط اللي احنا ابتدينا بيهم مشاكل دي اهم حاجه اتقالت النهارده. خلاص؟ طيب، تمام يبقى كده معناه ان الشرط اللي هو اللي احنا اللي انت خدته ده اللي هو ده، يبقى انا كده قدرت ان انا اعرف موضوع الطول والعرض، صح؟ تمام طيب مين يقول لي هو مين عمله ده؟ أنا عملته انا عملته بس ما انا كانش عايز بس بالكاس بقى، بكتريشيو ده. طيب انا عايز بقى الزيتون بتاعه، انت عملت الفايل صح؟ اه عملت ابراهيم ابعته لي، طيب ابعت لي فايل ماكس، انت عندك ماكس كام؟ 24. طب احفظه لي 20، هينفع؟ لا مش هينفع، اخري 21. طب مين عامل الفايل يا اولاد؟ أنا عملت عاملة كام؟ 24 وأنا 21. احفظوا لي 20، طيب احفظوا لي 20 وابعتوا لي. اولا انت عندك اللون الاسود ده ضايقك صح؟ مش عارف اشيله، هي أصلا حضرتك كانت بيضة كمان، اه بيضة هتطلعي هنا من قائمه فيوز، هتلاقي عندك هنا كاترين ايه باك هي جراوند، اقول له بيضة. لو سمحت ادهني جريديان كلر او سوليد كلر، اي واحده من الاثنين، خلاص؟ وصلت؟ دي ماشي. حاجه. الحاجه الثانيه، انت كل اللي انت عاملاه انا مش محتاجه الا شوت واحد، وخلي بالك هو مش معقول. لا مش فاهمك انت تقصد ايه، تعال نخفي اللايت بس.
كل ده انا مش محتاجه. ايه ده ليه انت شلت كل الفرح ده؟ تعال نشيل بس الباقي ده وخلي ده كده واير فريم عندك. هو انت شلت ده ليه؟ اه انت ليه شلت كل الكلام ده؟ طيب اولا انت عندك شكل الشيب نفسه ما هوش كيرف من فوق. حد معايا؟ طيب استني بقى ايه؟ ومربع اه لازم يكون مربع. طب زي معلش واحده واحده بقى. تعالى هنا بقى كده، ادي هنا ريكتانجل اهو، واجي هنا كده بالسناب 2 دي، وهاجي هنا جريد بوينتس وفيرتكس اهي، واروح جاي راسم على الشيب ده كده. هتشايف؟ ثم اروح انا جاي راسم زي الارش اللي احنا خدناه في بدايه 2 دي لو حد منكم اولاد فاكر. واجي هنا كده ابورهم، هاخد من الميد بوينت اهي، اروح اخد لحد واجي اقول له لو سمحت روح اعمل لي هنا ادابتيف الاول يا برهم اهي، وامشي بقى نفس الخطوات يا فريد. سلفان انت جيت يا سلفان ولا لسه؟ مع حضرتك انت كنت فين؟ كنت موجودة، أنا حاضرة من الأول. ايوه ما انا عارف انت حاضر من الاول، بس انا نديت عليك كان في سندوتش في ايديك وكوبايه شاي. لا لا حول، لا مش لا، ما احنا شمينا ريحتها كلنا شفنا دي صح؟ ايه الربع ترفي؟ طيب بص هو احنا شفناها فين انه مربع من فوق دي؟ مين؟ اصل الديزاين، ما انت معاك الرسمه مش باينة انها مربع من فوق خالص. ماشي، بس انا قلت انها مربع من فوق يبقى هي مربع من فوق. بص ادي الشكل اهو يا خلاص. عشان فراغ بس. اه واقفل السناب وراح جاي ماسك دي تاني. عرفت انا منين؟ دي فريده اللي بتسال صح؟ لما تيجي تبص يا فريده عندك على اللايت هتلاقي فيه ان هو شكل انا مربع. دكتور، ولا مين؟ هايدي؟ انا هايدي، انا عارفة عشان هي مربع عشان الفراغات اللي بالظبط. بتتعمل. تعالي نخلي ده يكون شيلنج عادي. المهم انت عملت هنا واحد كده، وهاجي اقول له هنا كده ادي اكسترود واحد فقط اه. وهاجي كاترين هنا اهو كده، اروح جاي عامل ايه؟ اجي اقول له لو سمحت روح زود الاماونت عندي كذا. طب انا مش هعمل حاجه اي حاجه هنا كاترين خالص يا سيلفانا اهي. اظبط انت بتعمل ايه؟ بظبط واحد. يعني ايه بتظبط واحد؟ يعني انت بعد ما انت تروح تغير الكادر وتيجي تقول له هنا كده يا كاترين انا هعمل هنا كاميرا. يا عم كاميرا ايه؟ انت لسه ما خلصتش، ما انت لازم تشتغلي جوه الكاميرا. على فكره انا قصدي الكلام ده اعمله قدامكم خلاص. وبعد كده اجي اقول له هنا كنترول سي ثم سي ثم ان انت عملت كاميرا اه أخليه اه انزل انزل بالكاميرا شويه يا فندم. فين بقيه الحاجه؟ هقول لك دلوقتي. تعالي هنا كده قول له هنا شو سيف فريم. مش انت عملتي واحد اهو؟ خش بيه دكتور، زوم انا ان كده. لما بضغط على شو سيف فريم ما بيظهرليش حاجة، ما بيظهرليش البوردرز دي. يبقى تلاقيك انت ما عملتيش كاميرا. لا عملت، بيعمل كأن في حاجة حصلت كده، اللي هو زي الفلاش وروني يا صغير فريدة، كده. اعملي شير وروني. ماشي يا عم، اما نخلص الحتة دي. انا همسك بيه واطلع بقى هنا من قائمه تولز، واجي اقول له هنا اري اري ادي بريفيو 10 كذا كوبي، واقول له لو سمحت ان انت عندك في اتجاه الواي عايز كذا واحد. انت بيبقى قدام عينك السبيس، ان انا مش مديك يا ابراهيم الا الصوره، ويا دوبك انت بتقيس من جوه الصوره بعينك شايفها يا ابراهيم. فانت اولا بتبقى شايف السبيس ما بين كل واحده والتانيه والتخاله بتاعت كل واحده والتانيه. انا ولا هلف ولا هروح اعمل اي حاجه، انا مجرد انا هكرره بس على عدل. خلصت وكررت تمام. فين السجاده عندك يا ابراهيم؟ بوكس بقى سلندر بلان اي حاجه من الحاجات اللي انت عايز تعملها. ماشي نفس اللون. ماشي. زيتونه صغيره، خلي بالك هنا ما تحطش لون لان اللون ده لا يعتبر ماتيريال. طب انا هعمل لك ايه يعني؟ انا مش فاهم. امسك كل دول وعلى اي كورة من كور الماتيريال اللي احنا ما خدناهاش غير الديفيوز هتعمل هنا اهو دراج يا احمد. خدت بالك يا بروم؟ انا ما جيت اعمل دراج، بقيت المفروض اروح عند كل قرش احط له اللون لا بتاعه، يا ما فندم عادي. تعملوش كلهم مع بعض. اعمل سيلكت اول اهي كل اللي موجود عندك، واجي اعمل هنا كده دراج وشوف اساين وشوف. حتى لا ما البلان نقط على تعملش. الارض هو معلق. ليه معلق؟ هو هنا ده المفروض كروسنج صح؟ يعني اعمل كده يعمل سيلكت، دوس عليه هيفك يعمل سيلكت عادي يعني تعمل مع الماكس يعني. تعالى كده وهاخد ده كده كلهم اهي تاني، واجي اعمله هنا كده اساين هتظبط. اللون ده مش عاجبك تعالى خلي اللون ده كده مثلا عايز لونه كذا مثلا. هو اورنج شوي. مثلا اللون ده كده الدنيا كده ظبطت. لا لسه نعمل ايه بقى؟ آه الكاميرا محتاجه برهم. كاترين انت معايا صح؟ اروح واخد دي كده يلا نزل حضرتك. تحت شويه. طب ايه تاني؟ انا محتاج اجي هنا كده من ريندرنج ريندر سيت اب
واجي اقول له لو سمحت انا عايز الشوط ده طولي. طولي ازاي؟ غير الريشيو. ايوه يا جدع، قلت له 600 لو سمحت، وتعالى خليه ده 900 كده شوف هيظبط اه ولا لا. ظبط مش قوي. طب خليه لي 1000. 1200 اهو. ظبط اه ايوه ماشي، بس طب هعمل ايه؟ هتروح انت داخله زوم ان عشان تبيني جزء من الصوره، مش فاهمه الصوره اهي اللي انت شايفه جزء واحد منه بس او شفه واحده بس يمين وشمال، مش عارف حد شايفهم اه ولا لا. هتروح انت داخل زوم ان كده، شايف حاجه؟ ماشي. وصلت؟ يبقى انت شايف اول شفه اهي، حد معايا؟ تمام. طب ثم اه بس هو احنا خدناه كان لافت. لا هي اللفه دي لو انت جيتي دقات النظر هتلاقي ان دي مرايه. تمام. تروح انت جاي عامل ايه بقى؟ شفت الخدعه دي؟ تعالى هنا كده وتعالى هنا. بس احنا ما خدناش مرايات. طيب اه بس اديتك الماتيريال الجاهزه، ايه الاحراج ده صح؟ هاخد دي كده خلاص، وهاجي على الماتيريال اللي احنا ما خدناهاش، وهاجي هختار من هنا اي سلوت من هنا واعمل لها دراج او اساين وشو زي الميه. لو حبيت اعمل ملايه من غير ما اوجع قلبي واختار من المكتبه اللي انا مديها لكم، هخلي ديفيوز اسود بالريفلكت أبيض ابيض، واشيل وأشيل فاسنر عشان تبقى مرايه. بس كده بقت مرايه. اه كده بقت مرايه، بس وأشيل عشان إيه؟ الفريسن ريفلكشن تمام ده يد. تمام عشان تديك الدوران انت بس مجرد تعملي روتيت للشكل كده. بالعكس. هتشوف الخدعه العكس ماشي اه، واكبر بس التكنس بتاعتها شويه نعمل ريندر أو أي بي آر. مونتاج صح؟ مفيش لسه ما لسه حطيتش لايت، لسه ما في شويه، حطيناش شمس. ولا حتى ظبطت السيتنجز. طب انا هعمل ايه؟ هروح انا جاي من ريندرنج وهله اولى، وبدل ما انت تعمل كل شويه سيتنجز لو ابراهيم وتعمل هاي سيتنجز، انت ممكن تعمل الارقام وتيجي هنا تسيب. تمام تمام وبعدين بس خلاص اه بس خلاص اسيف كل فايل جديد تيجي تحتاجيه تختاريها وتعملها هنا لو فقط، مش كده احسن؟ اسهل كتير. الزيتونه دي بكام تاسك يا اولاد؟ ماشي من غير طيب تاسك. طيب حاضر، تعالى هنا كده انا غيرت، ادي هنا البي ري واخلي هنا دي باكت، وتعالى نطمع شويتين. وخلي بالك زياده الطمع في الكلام ده الايفكتس ما بتظهرش، يعني اللي انا عملته ده كده يعني افترا. هاجي هنا كده عند الجي اي، واجي هنا اريديانس محاسبين لايت كاش، واجي اقول لو سمحت خلي دي هنا فيري لو. خلاص كروت بقى، يعني كاني بديله اوردر ان هو يكروت ويطلع لي الصوره، حاسب واحد على الايه فروع البنك كلها، واخلي دي هنا كده من دي 200. خلاص هو احنا غيرنا الجاما؟ لا اصلا خلي دي هنا كده ما بيك عند جاما، واجي اخلي دي هنا كده 1.5 مؤقتا ولو قبل الزيت. ماشي فين اللايت يا عم الحاج؟ بس تعالى بقى خلي بالك انا كل ده لسه ما اشتغلتش، الشغل بيجي بعد اول صوره رندر. هاجي هنا كده ادي اللايت، وهاجي هنا كده ادي بي ري فيزيكال كاميرا خلاص، وادوس واسحب اهي. أو إحنا واجي اللي بنحط اه كاميرا لا احنا دي سوري معلش انا حاجة. سرحت. هاجي هنا كده ادي هنا من عند اللايت بي ري سن، ادوس واسحب اهي. عايز سما اه لو سمحت. هغير ايه؟ سايز مالتي بلاير مش عارف الله اه، واجي اخلي الجراوند مش عارف ايه، واخلي هنا الفوتون امت ريديوس تعدي على المساحه كلها، واطلع بيها كده ساعتها اقدر يا فريده اقول له هنا الاي بي ار واتفرج. شايفه؟ اجي هنا كده خلي بالك يا فريده الشاشه دي ده بيجيب لك اللوج او بيجيب لك الهيستوري بالحاجات اللي انت عملتيها، ولو في عندك خطا بيدلك. بس دي عاديه يا فريده زي ما انت سالتيني، وممكن ماشي اقفلها لو مش عايز، ممكن اخفيها لو مش عايز. فهاجي هنا كده واروح جاي رافع قرص الشمس. الله 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 ده ابتدى يظهر، هتشايف؟ بس خد بالك هنا في الاي بي ار مش دايما كل حاجه بتظهر، ده يا دوبك زاويه الشادو مظبوطه. معلش ارجع ورا كده شويتين، خش بيدي كده شويه، هتشايف؟ ظبط؟ لا انا محتاج ان انا اطلع بقرص الشمس ده كده فوق شويه اهو. بس دكتور، هو ليه حضرتك حطيت كاميرا في الجنب؟ انا في حد قال حاجه وانا سرحت مع كلامه، ان انا بجمع الاسئله بتاعتكم وانا بشرح عشان ما اطنش عشان ما انساش. يعني في حد كان بيسال حاجه وانا زي ما تقولي بخزن السؤال في دماغي لحد ما اخلص. ماشي.
واعتقد يا انت يا هايدي هتسأل حاجه من شويه. وانا سألت من شوية برضو الكاميرا دي حطيناها هنا ليه؟ كاميرا دي خلاص. فانا هاجي ليدي كده. بس هو لون زياده قوي يا كابتن. طب تعالي نخلي هنا الانتنسي بتاعتها مثلا 0.3 كده، فرقت يعني بهتت شويه. طب معلش لو عجبك مؤقتا اروح جاي هنا كده واروح جاي اعمل عشان اشوف الافكت بتاعي. والله الكاميرا دي جت تمام، قصدي الماتيريال جت تمام، والازاز جاب لي الدوران لو حد واخد باله. بس انا عندي مشكله، انا حاسس ان ابتدى. بس لسه مخلص رنة تنور ظبط، شايف ايه ده؟ ده البتاع ده شارب اول واد صح؟ احنا هنزود السايز مالتي بلاير. هتزوده كام؟ تعالى انا وانت كده بورهم بدل اتنين، هاجي ابو حميد مش عارف انت ليه لسه ما جيتش، اخلي الاتنين دي اخليها 100. لا يا راجل 100، دايما حط لنفسك ليميت، يعني حط زود قوي او قلل قوي عشان تشوف انت هتعمل ايه. الصوره ايه؟ دي صورة، بص بص الشادو عامل ازاي. شكلها تطلع مظلمة أوي. شايف الشادو عامل ازاي؟ ده كمان فعلا. كان عايز يزيد شوية، وكان عايز كمان يتحرك شوية، ومش دايما انت وانت شغال تستنى الريندر خالص يعني. يعني انت شفت اللي انت محتاجه خلاص غيره، اقفل كمل عشان انت ما عندكش وقت. بتكلم في شغلك انت مش في الكورس بتاعنا يعني. هنا اندو امسك بس السورس اوف لايت ده واتحرك بيه مثلا. طب تمام، بس برضه كان حاسس ان الشوط بهتان شويه. لو شد داخلة في بعض اعمل ايه يعني يا رجاله؟ مش عارف اعمل ايه رايك؟ نغير درجة اللاين ده، اغير نغير درجه درجة ولا اقلل الجاما؟ يعني خلي دي كده مثلا واحد مثلا من رندر. ماشي. شوف كده كتم كتم شوية. طب ماشي، انا مش عايز اكتمه. خلي بالك الجاما يا فريدة كل ما تيجي تزوديها بتزود لك الضبابية بتاعت الشكل. ايوه ماشي، ما مش عشان ازود ما ازودش الضبابية يبقى معتم. ما احنا اتفقنا يا اولاد ان انت عندك البالانس بتعمله ازاي؟ ان انا باجي هنا كده واروح جاي مشغل هنا حاجه اسمها ايه؟ اكسبوجر ايه ده؟ دي بتعمل ايه دي؟ بص كده نورت الشكل بس شارب ما بقاش بهتان. لحد ما اعرف ان غير كده كمان بقدر العب هنا كده في الكونتراست، يعني الكونتراست ده اللي هو تباين الالوان عشان يبقى يديني هنا الدبس باين، شايفه؟ وخلي بالكوا بردك الاكسبوجر مش عشان انور بس، انا ممكن اخليها معتمه يعني ممكن اظلم بيها، شايفها؟ وممكن كمان اجي من هنا اقول له لو سمحت اديني هنا الوايت بالانس. لا مش فاهم، حد يترجم كده كلمه وايت بالانس؟ ترجمها بس. توازن اللون الأبيض. ميزان اللون الابيض. يعني ايه ميزان اللون الابيض؟ يعني والله مثلا جت سيلفانا انت عايزه تعملي الشوط بتاعك ساعه الغروب، يبقى المفروض اللون اللي على الكتله من بره ايه؟ أورنج. سيلفانا لسه بتاكل سيلفانا؟ طيب يا باشمهندس، مع حضرتك أنا كنت قافل المايك بس طب الساندوتش اللي سيب الساندوتش دلوقتي. خلاص. طيب بص، فانا هروح اديله درجه اورنج، فانت ميزان اللون الابيض او الوايت بالانس ده بيديك امكان ان انت تختاري درجه لون يبقى على الشوط بتاعي، يبقى الشوط بتاعك وورم، الشوط بتاعك كولد مثلا. دي موجوده فين؟ في الكاميرا، بس لازم اعمل الوايت بالانس واعمل ريندر هنا، سواء عملت ريندر ما عملتش ريندر بتديها على الصوره اللي موجوده. يعني دي احسن. يعني هاجي هنا كده بدل ما اروح اعملها من الكاميرا اللي احنا لسه ما خدناهاش واغير وايت بالانس واروح اعمل ري ريندر تاني، لا انا باجي هنا الصوره اللي قدامك عايزاها وورم شويه. حد فاكر الكالر تمبريتشر؟ اجي اغير من هنا كده. بص كده الشوط عندك بقى عامل ازاي؟ او كده. جدا. هتشايف؟ يعني تعالى مش فاهمك والله، تعالى استني كده الشوط ده. بص كده انا هاجي هنا كده ادي الوايت بالانس اهي واخليه هنا وورم شويتين مش عامل ازاي؟ او كولد شويه. لحد معايا يا ولاد ولا فين؟ ارجع على اصل الصور. يبقى انا كده ادي الاكسبوجر وفين الوايت بالانس؟ تعال نشوفه هو فين.
نص في نص. اهو، واجي هنا كده ادي التمبريتشر بتاعتك شايف؟ لا بس الالوان مش عاجباك يا ابراهيم، تعالى هنا خش على حاجه اسمها هيو ساتوريشن اهي، ممكن اغير درجه اللون بالكامل بتاعت الكادر شايف؟ ايه ده؟ ده جاب الالوان اللي انا عايزها؟ اه أيه. وحتى لو جه عميل قال لي غير لي درجه اللون متاحه ليك اهي، بس اللون نفسه شديد شويه، يعني ايه شديد؟ يعني تقيل، خففه لحد ما يوصل للجري لو عايز، او زود الساتوريشن صبغه اللون شويتين شايفه؟ اللايت ممكن برضك اقله. يبقى كل التعديلات دي اللي هي موجوده عندي في قائمه ايمج ادجستمنت داخل فوتوشوب ممكن اعملها وانا موجود فين؟ في الريندر الفريم بافر. خلاص؟ طيب تيجي بقى اخر زتونه في الجزئيه دي، انا هحفظ ازاي يا اولاد؟ تي اي اف يلا حد مالين عشان انا مش فاكر. من فوق، من سيف الصوت دي. ايه سيف. دي، وبعدين نختار الفورمات تي اي اديله اف هنا اسم اسم. واجي ماشي. اديله هنا تي اي اف ماشي، واقول له هنا ادي سيف. استنى حاجه لا او النيم تاني. ماشي، ما اديته زيرو، بس انا في حاجه بيجي لي شكوى احيانا تقول لك الصوره هنا مش زي الصوره لما باجي اعملها سيف مثلا. سيف واجي اقول له هنا 32 او 16 بلاش نطمع، واقول له اوكي وخلاص الصوره جت. اه بكتب على كلمة override. ايوه جدع، بص ادي الصوره اهي شايفها، يقول لك الصوره دي فاتحه او غامقه شويه عن اللي انت مطلعها لي في الريندر، هتشايفها؟ طب انا هعمل ايه؟ وانت بتعمل سيف هتلاقي في عندك هنا من تحت طبعا تي اي اف وكل حاجه زي ما انت اخترت، مش مانع اهي خلاص، وادي الاسم وكل حاجه، هتيجي تقول له هنا ايه؟ override. override، وتيجي تكبر الرقم، كل ما هتيجي تكبره كل ما الدنيا تبقى معتمه، او تقلله الدنيا تفتح معاك، كانك بتزود وتقلل اللايت. هتشايفها؟ طب انا دي هبقى عارفه منين ما انا عايزه نفس الصوره اللي انا عايزاها. هتدي لنفسك رانج، يعني انت عايزاها تغمق شويه هتكتبي 5، كتمت تروح انت مديها 3، كتمت تروح مديها 2.5 وهكذا. يعني ده بعد اول ريزلت يعني. ايوه بعد اول، ما انت دايما شغلك بعد ظهور اول صوره. وصلت؟ وصلت؟ تمام. تمام. احنا كده كنا واقفين عند اي سؤال لاي حد؟ طيب بص، انت جيتي نزلت الصوره اللي هي مجرد زي ايه، زي تمبلت الوان كده او تابلت الوان، هو مجرد لون من ضمن الالوان، عايز احطها على نفس الشكل ده، بس انا عندي مشكله. لو حضرتك هنا خدت الماتيريال اللي هي دي عادي، انا ممكن اجي هنا كده من ديفيوز، ودي حاجه احنا لسه ما خدناهاش يا احمد، بيت ماب، واجي اخد من هنا اللي او داونلودز، اعتقد احنا نزلناها في داونلود صح؟ صح اللي هي الصوره دي يعني. خلاص اخدها. اي ماشي، بس انت هنا في مشكله، انت هنا حملتي الفايل بتاعك هي كده هتنزل، مش هقول لك لا، ادي الكتله كلها اهي ما عدا ما كنتش المرايه. بحطها في الديفيوز، انا كنت بحطها في الماتيريال، بري اه بس ماتيريال. انت ايوه ماشي بقى، هي كده مش لا لازم ديفيوز، بس برضك انت كده حملتي الفايل بتاعك بصوره، انت ممكن تستبدليها بحاجه اسهل اللي هي ايه؟ انا مش هحط ماتيريال، انا هروح اظهر الصوره قدامي كده ايمج فايل اهي، واجي هنا كده الداونلودز فين هي اهي، ادي الصوره اهي، شيل الصوره صح، ممكن اجي هنا على اي سلوت، واجي هنا كده للكالر، واجي انقي من هنا اللون ده، حد معايا ولا فين؟ تمام يبقى انت كده كده بقى. وفرت تقل الصوره اللي انت هتنزلها على اصل الفايل بتاعك وعملت اللي انت عايزه. وصلت؟ وصلت؟ ماشي. تمام. تمام. طيب ايه تاني؟ ابعت لكم الفايل ده؟ ليش كم تاسك؟ ماشي. ادي الفايل، قولوا لي بقى، هل في حد عنده سؤال تاني ولا تمام؟ لا تمام. انا بعت لكم صورة تانية اللي هي بتاعت الكالر دبس اهي، وهاخد الملفين اهم على الواتساب.
بص ده الكادر الانتيريور اللي احنا اشتغلنا عليه المره اللي فاتت، ويا دوبك حطينا عليه اللي هي السكاي جري سكاي، وحطينا عليه كمان ايه اللي هي شكل الشمس وظلها على الارض. حد معايا؟ تمام. طيب انا بس في عندي من حاجه بقى من هنا وطالع. دايما وانت بتحط لايت او بتحط ماتيريال او بتاخد شوت كاميرا، انت عينك في الاول وفي الاخر على درجه الواقعيه اللي عاجباك انت شخصيا كانسان يعني، وانت بتفكر هي دي واقعيه اه ولا لا، تشوفها تقارن بدماغك، هل دي زي بره اه ولا لا، نفس الشادو زي بره اه ولا لا، حطت الشمس عاجباني اه ولا لا، وهكذا. يعني دايما خلي وانت شغال مقدار الواقعيه بعينك. هل الباك جراوند نفسها تبقى موجوده؟ احنا اتفقنا ابراهيم يبقى يا احمد تخلي الشكل بتاعك اربع ارباع وسقف وارضيه موجود، فانت تخلي بالك من الكلام. طيب انا عندي بعد ما احنا خدنا اللي هي السان لايت، في عندي حاجه كمان هنا اهو كده ادي الفي ري، وعايز اروح اعمل ايه اي لايت او الارتفيشال لايت. ايه انواع الاضاءات اللي انتوا عايزين تاخدوها او عايزين تعرفوها؟ يلا. لا، ما انا ما سبوت اعرفش كل لايتس حاجه. والنجف، مين؟ نجف. سبوت لايتس صوت. والتراك لايت يبقى كده انتوا عايزين حاجتين صح؟ ثلاثة؟ ماشي. كلية بس. وخارجية، ها؟ والنجف والنجف. كده ثلاثة برضه. اللي هو اللايتس اللي بتحط على الحيطة دي ماشي. ايه تاني؟ اللي هي بتنور من فوق ومن تحت دي، اوكي. بس و كده خلاص؟ مش هناخد حاجة تانية صح؟ لا أو طيب ايه؟ والليد، معلش شريط كان ايه الليد السؤال ده عشان النت قطع؟ الايه؟ كان ايه السؤال عشان النت قطع بس؟ اه ايه انواع اللايت اللي انتوا عايزين تاخدوها؟ الإضاءة الداخلية والخارجية يا دكتور، اللي هو ما الخارجيه احنا خدناها اللي هي بتاعت ما عدا لسه فاضل حاجه واحده اللي هي دوم لايت، لكن احنا عندنا ايه انواع الاضاءه الداخليه حتى او الاضاءه عامه اللي انتوا عايزين تاخدوها؟ انتوا قلتوا لي ثلاث انواع مش عايزين حاجه تانيه صح؟ لا كله بقى، ما انا ما اعرفش والأباجورة كله، ما انا ما اعرفش كله، لسه بحاول اتعلم ماكس وفيري. ها والليد لايت اللي بيتحط في والليد. يبقى الجبس كده بورد، اربعه. ماشي. في حاجه تانيه؟ أباجورات ماشي. تنورها، هي الاربعه. حاجه تانيه؟ الحاجات اللي هي بتبقى فلورشنت دي اللي هي بتبقى منورة، اللي هي ممكن نولع شمع واسمها ايه، دفاية والحاجات دي. طب ليه هنولع دفاع؟ انت قصدك عشان الساعه يعني اللي احنا فيها؟ ماشي. كده خمسه. ماشي. ايه تاني؟ ونحط شمع برضو نطلع ونحط منه. شمع. ماشي. بس خلاص كده مش عايزين حاجه تانيه صح؟ يعني يا دكتور كرمنا بأي حاجة حضرتك تعرفها. هقول لك بص. ممكن نحط زينة رمضان. ما انا حلو. بص انت هقول لك كل انواع اللايت احنا هناخدها، بس ده ولا قيمه له. ليه؟ لان انا بلاقي عندك ابراهيم في حد من العيال يجي يعمل ايه؟ يروح جاي عشان ينور السقف ده، يروح جاي جايب لي بلان لايت عباره عن مربع اضاءه شكله بلان، ويروح رازعه لي هنا في السقف. اقول له يا فندم انت دلوقتي لما تيجي تحط الكلام ده، انت عندك في البيت ايه في الريسبشن عندك؟ هل انت حاطط وحده اضاءه مربعه بعرض السقف؟ يقول لا طبعا. اقول له طب انت حاططها هنا ليه؟ دايما الشكوى بتيجي ايه؟ يقول لك الشغل بتاعي ده فيك، الشغل ده كرتون. هو الكلام ده صح؟ ليه ليه صح؟ لان انت رايح عشان تنور مساحه جوه، مكسل ان انت تروح تنور وحده اضاءه. يعني عامل ايه؟ عندك هنا المكان ده، ايه وحدات الاضاءه المنطقيه اللي موجوده؟ عندك نجفه واربع ابليك او ابليكين صح؟ يبقى انت تروح تدي ماتيريال وتحط ازاز وتسقط لمبه من جوه، عشان لو انت عايز الشغل بتاعك ده يبقى واقعي. حد سامعني؟ بالظبط. ما حدش يروح يعني مثلا يجي ابراهيم مش عارف انا وريتكم الصوره دي اه ولا لا، اللي هي بتاعت شوط الانتيريور اعتقد وريتها لكم تاني. اللي مولع السبوت لايتس على الدولاب وما فيش لايتس اصلا. هنا ما فيش سورس اوف لايت، هو عاجبه الشكل منظر الاي اس حاضر يعني يا فندم يعجبك زي ما انت عايز، لكن فين السورس اوف لايت بتاعه؟ انت فاهم يعني؟ تعامل معايا بذكاء يعني، يعني من الذكاء احترام ذكاء الاخرين. ما تروحش تحط لي هنا اي اس هي شكلها حلو ما اختلفناش، فين السورس اوف لايت؟ ما تروحش تحط لي سجاده ارتفاعها قد كده الناس تتعور منها وهي ما هيش سموث وناعم، والشراشيب طالع عباره عن شكل كتله عامل زي الكيكه او التورتايه مثلا. لحد معايا؟ فهي يعني ايه المقصود من الرغي بتاعك ده؟ المقصود من رغي انا ان انت زي ما انت بتشوف شكل الايفكت من بره هو اللي انت تحطه عندك في الناس. ما طلعش على مزاجك وشفته مقتنع ان هو واقعي ما تحطوش. يعني مثلا مين فيكم عنده ليد لايت في البيت؟ مين شاف الليد لايت عامل كده؟ لا خالص. طب انا هقول لك حاجه، هوريك حاجه انا عذبت بيها العيال مره بصراحه يعني مش هكذب يعني. دي. بلاش بلاش، ها؟ لا ما فيش. بص شايف ده ليد لايت اهو. بص نعم. شكل، بص شكل اللايت، بص شكل الداية عندك على الارض عامله ازاي. انا خليته يرسم شريط كوره كوره.
يرسم استريبات، خليته يرسم للدايه، للدايه من الصغيره دي، ايه ده؟ شايف؟ اي انت الريفليكشن بتاعها في ال اه على الأرض. يا نهار اسود، يعني عمل عمل واحد، مش انت هو انت عندك خرطوم الاضاءه، انت خلي بالك في خرطوم اضاءه متصل وفي منفصل، بس اللي هو الليد الصغير ده لو انت عايز واقعيه. اي يا سلام، يعني امسك لك واحده واحده ايوه، مش انت عايز الواقعيه خلاص، او انقص من الواقعيه بتاعتك، روح ادي في الكورنر دي الدارت اللي موجود عندك جوه دي، او السواد اللي موجود، او التكحيله دي، هتشايفه مش انت عايز واقعيه، ماشي؟ حد فاهمني؟ لو بالظبط. حد منكم عايز درجه وقايه في الصوره كل تفصيله يهتم بيها بدءا من المودرنج، وصلت؟ تمام. خلاص تعالى بقى ايه نبدا الشغل. انا عندي ده الشوت بتاعي، ماشي، عايز انور، ايه الانوار اللي موجوده عندي او الاضاءات الموجوده جوه الفيري؟ اهي ادي الفيري لايت، هو ده مش نوع، انما دولت 5 انواع، بلان، دوم، سفير، مش، ديسك، وهناخد تفاصيل تفاصيل فوق ما تحلم بيها كمان، خلاص. بس المهم زي ما قلت لك في موضوع الواقعيه، حاجه اخد البلين ده بس، معلش قبل ما اشتغل وابورهم كده، هو ده هعمل بيه ايه ده؟ في حد خرج ولا اي دي كاترين؟ ايه ده؟ ابراهيم سلفان، ايه ده؟ هاي مين؟ ممكن تبقى كنز. اه كنز، اه ماشي. البلين لايت ده انا ممكن استخدمه فيه، انا معايا الشوط ده وانا حاسس ان الشوط ده مش مكفيني فيه الاضاءه بتاعتك يا ابراهيم، لان اكيد ما حدش هيعتمد على الاضاءه اللي هي بتاعت الاوت دور عشان ينور الاندور بتاعه، هتشايف؟ وبعد كده ده غير منطقي ان يكون عندك 3 فتحات شبابيك والدنيا ظهر عندك جوه، مش هنروح نجيب كهرباء ونوفر، صح؟ يبقى انت كده الجامه بتاعتك يا حاج تقل، ريندرنج، ريندر سيت اب اهي، واجي اقول لو سمحت ادي هنا جوه في ري، وادي هنا كلر مابنج اهي، ايه ده هنقلها 1.5؟ ايوه خليها 1.2 او اكتر، 1.2 خلاص، واعمل رند واعمل هنا لوك. طيب ايه بقى انا عايز اروح استخدم اللي هو البلاي لايت، تفتكر هستخدمه في ايه ولا احطه فين؟ الفيري لايت، البلين يبقى هو لايت اه اللي هو البلاي ده ممكن يكون في الإضاءة بتاعة الاستوديو مثلا، ده هنا في يعني الشط ده استاد استخدمه أو فين؟ في الشط هنا. عامله فين؟ اوعى تقول لي في السقف هروق لا لك. هنا لا مش طبعا، طب انا اقول ممكن لك يكون حاجه، على الشباك الشباك. هقول لك تعالى بقى على الشباك، ودي حاجه غير منطقيه على فكره، يعني كانت منطقيه لحد فيرجن 4 فيري 4، لان هما كان حاطين لي فيها وظيفه بتخلي البلين لايت ده يبقى في خدمه الايه الشمس فقط، بس هما شالوها يعني في 5 و6 شالوها. طيب انا هاجي امسك دي وهاجي هنا كده يا كاترين الت كيو عشان ايه اوسع لنفسي الدنيا وما تبقاش الدنيا زحمه، وهاجي هنا فريده انت معايا صح؟ هاي دكتور. طيب هاجي هنا كده الفيري لايت، وهاجي يا هايدي، هي سيلفانا اللي خرجت؟ لا سيلفانا موجود، وهاجي هنا كده واروح جاي هنا بالسناب يا سيلفانا، واجي اقول له لو سمحت اديني هنا فيرتكس وارسم هنا بلين على الشباك. ايه ده؟ معلش هو اللي اترسم ده شكل رباعي، اه ينفع في الاسقف في السقف، اه بس انت حطيته في الشباك وسهمه لبره، يبقى كده هينور فين؟ بره طب ما تيجي تعمل له روتيت، يعني هاجي كده وهاجي ابرهم اقول له لو سمحت لفهولي 180 درجه، حاضر لف تمام. طب هكرره، خلي بالك اي حاجه مكرره لازم تكون انستنس، عشان مش همسك واحد واحد بقى اروح اغيره، يعني هاجي هنا كده شيفت واروح واخد صاحبنا ده كده واروح هاجي هنا، هتاخده ايه هنا حاج ابراهيم؟ انستنس اوكي تاني. يعني، وممكن هو خلي احنا بالك ليه حطينا يعني ايه فايدة الفيري لايت؟ عشان مش فاهم. الفيري بلين صح؟ ان هو ينور من الشباك، ودي حاجه فيك، حاجه مضروبه يعني، وهقول لك ليه دلوقتي. طب ما احنا خلينا الشمس تنور من الشباك. بس الاضاءه بتاعت الشمس مش كافيه، فانت لقيت الاضاءه بتاعتك ضعيفه، فانت لما هتيجي تستخدمي البلين لايت وحطيتيه هنا في الشباك، بص كده انت لما تيجي تعملي رندر شوفي كده اللي هيحصل، حط هنا كده واعمل رندر وقولي كده ايه رايكم، ممتازه صح؟ بشعة حلوه صح؟ قوية
لا وحشة ليه وحشه ليه؟ لان مفيش شباك وحشة بيبقى أوي. فيه عندك، محدش حاطط لي كشاف اضاءه عندي على الشباك. لكن انت ممكن تعمل ايه يا ابراهيم؟ أبدأ ألعب في ال settings بتاعتها. اه عشان اعمل ايه بقى كاترين؟ اقول له لو سمحت، صح، اقول له لو ترانسفيرنس. سمحت، لا هقول له هنا من جوه لو سمحت جوه الاوبشنز بتاعت الكلين لايت خليه لي هنا ايه؟ invisible. يعني اسمح لي الاضاءه تخش واشوف السماء واشوف الشمس، خدت بالك؟ والدنيا تبقى منوره. هتشوف حاجه؟ السماء اهي والارض اهي والدنيا الظهر جوه، هتشايفها؟ وصلت؟ بس استنى، ما هو الراجل ده قال لنا ووصانا ان كل مرحله تعملها تبقى واقعيه، صح؟ اه بس وهل كده واقعي، وهل واقعي ان المكان يبقى كله منور والنجف والابريك عندك ضلمه؟ لا لا يبقى ما ينفعش. يبقى انت حطت البلين لايت عندك في الشباك فاشله. كان فيها وظيفه هنا اهو، بص لو انت جيت بصيت من فوق على البلين لايت اللي انت ماسكه ده اللي انت عامله انستنس، خلاص انزل بعينك كده اهي. طبعا هو اوف واون، اشغله واوط فيه ده متاح، وانت طالما انت عامله انستنس كله هيطفي او هيولع. التارجت يعني خلي بالك الاوبشنز دي هتتكرر على الكل. تارجت يعني هو ينور لحد فين، اخره فين، حد معايا؟ وممكن احدد له مقاس، احدد له رينج اضاءه يعني ينور لحد فين، مش بتكلم على القوه، انا بتكلم على اللينس، لينس ويدث طول وعرض البين لايت اللي هو زي الشباك، مقاس الشباك. هنا انت عندك المالتي بلاير قوه الاضاءه 30، ماشي قوه الاضاءه. في عندي هنا حاجه اسمها، نعم ثلاثين ايه؟ اللي هي لون، اللي هي وحده الاضاءه، وحده الاضاءه المود بتاعك ممكن اختار درجه اللون مانيوال بايديا، هتشايفها. او ممكن احط له هنا حاجه اسمها كالر تمبريتشر. يعني ايه كالر تمبريتشر؟ warm أو cold أو كده، بجيبها منين دي؟ يعني ال warm بيبقى اسئله لونه فيه أصفر بيبقى شوية. على حسب كام كلفن. أيوة أجيبها منين؟ من على النت بقى. أي دي color تم. كل ما عليت كل ما كانت أورنج شوية تقريبا. احنا بنجيب الكالر تمبلت. ايوه temperature التمبلت. تحت اهي. ايوه انت بقى عايز انهي درجه من درجات الالوان دي؟ ويمكن ممكن اللي انت تحتاجها دي مثلا، عكس ايه؟ هتشايفها؟ نو هبعتها لكم بس الاول. ايوه الدار الجمال دي بقى انا عمال ابعت لكم صور، ده كده كام تاسك؟ ده كتير بصراحة. بس عشان بس انا النهارده كله زيتون، خلي بالك صور ان احمد ما جاش. امسك دي مثلا اهي، وكلها بالارقام، انت بس تحدد انت عايز مين وتختار الرقم وتكتبه فقط. حد معايا يا ولاد؟ اهي. ايوه انت عايز ايه يعني نعمل لك ايه؟ هقول لك انهي رقم من دول يعجبكم بانهي صوره؟ حد يرد؟ 3000 3000 ده حلو أوي. ده؟ يبقى انا واللي هاجي جنبه اعمل ايه؟ 3500. ده؟ لا 3500. ماشي، يبقى انا هاجي اعمل ايه؟ حاجه هنا واقول له لا والله انا مش عايز احدد بالحب كده، ده انا عايز بالتمبريتشر، واحط لي هنا 3000 زي ما انت قلت كده. هو اوتوماتيك اختار اللون. حد معايا ولا فين؟ تمام. طيب انزل بعينك تحت كده. طب في عندك حاجه اسمها ريكتانجلر، انا مش فاهم دي ايه. ده الشكل اهو. هو المفروض كده بينور انهي مساحه؟ اللي هو على مساحة حسب 180 درجة العادي. حتى يمين وشمال، صح؟ ايوه يعني الريز اللي جاية بتنور كده وبتنور كده وبتنور كده، صح؟ لا مش عارف اشمعنى يعني. هقول تعالى هنا كده وقول له لو سمحت انا عايز اشوف الشيب بتاع اللايت دايما، وغير لي الدايركشن بتاعته. انت كده بتحدد له ينور فين، هتشايف؟ تمام. يبقى بدل ما هو 180 منتشر درجة، يبقى اه قليل يعني. حد يديله دايركشن. اه طب انت عايزاه له اه شادو؟ اه طب عايزه تو سايدد ينور يمين قدام وورا؟ لا هو بره. لا في اه هي في المرحلة دي لا. انفيزبل يختفي؟ اه يختفي. طب بس هو لما كان انفيزبل انت متأكد ان هي دي اضاءته؟ يا كاترين
تعالي كده بعد ما انا غيرت اللون واعمل هنا كده ريندر، شوف كده اللون من جوه هيبقى اورنج اه ولا لا بدل الابيض ده. اورنج. اه بس فين المنطقية يا رجاله؟ لا مفيش مفيش مفيش. بص في الفيرجن بقى عملوا ايه؟ بس مش عارف هتلاقوه عندكم اه ولا لا. ده فيرجن ده فيري 5، هتلاقي في عندك اي لايت موجود فيه وظيفه هنا اسمها ايه؟ سكاي لايت بورتنج. طب دي بتعمل ايه دي؟ طب لو انا دي جيت اتكيت هنا اهو كده انت لغيت كل خصائص وحده الاضاءه اللي هي البلين لايت اهي، شايفه؟ ايه ده؟ طب ما هي ايه بقت ايه وظيفتها؟ وظيفتها ان هي تبقى في خدمه الشمس. مش فاهم تعمل لها ايه يعني؟ تسحب الاضاءه منها القلم. تسحب الاضاءه اللي جايه من هنا وتعيد توزيعها جوه بمنطقيه. لا مش فاهمك. يعني انت كده لما هتيجي تعمل ريندر ايه اللي هيحصل؟ هقول لك استنى. عشان شاشه الزوم بس عماله تطلع ونزلها اهي. اعمل كده ريندر. عشان انا خليتها سكاي لايت بورتال، بص الشكل هيبقى عامل ازاي؟ يبقى في الاضاءه شيء غلط. الاضاءه جت بتاعت الشمس عادي صح؟ انت شايفها؟ وكمان الاضاءه قلت ما بقتش كثيفه صح؟ وكمان حتى الحتت اللي هي بعيده عن فتحه الشباك شايفها بقت ضلمه، يعني انا هسيبه يخلص. بص يبقى دي كده منطقيه اكتر ولا اول واحده اللي احنا عملناها منطقيه اكتر؟ لا دي دي منطقيه اكتر. طيب بس هما جم شالوا دول، قال لك مش معقول هسيب في البلين لايت وظيفه مش قصه، ما احنا عندنا دوم لايت وعندنا كذا حاجه تانيه وهنحط لهم كلاود في ست. خلاص فشالوا سكاي لايت بورتال، يعني انت ممكن ما تلاقيش سكاي لايت بورتال دي عندك. خلاص؟ لحد معايا ولا فين؟ بص تمام. حتى الديبس حتى الاشكال اللي موجوده او اللاينز اللي موجوده من فوق بص اه كده ما بقاش ايه فيك. وصلت؟ تمام. ده معناه ان الشمس قوية أوي. اه عايز اقلل الاضاءه مفيش مانع، بس هقللها مين؟ هقلل اضاءه الشمس، يعني بدل ما هي واحد هروح اخليها هنا 0.5، فبالتبعيه البلين ده هيدخل اضاءه ضعيفه، فبص المنظر هيبقى عامل ازاي؟ ما بقاش بقى بلين يعني انا لايت لو خليتها سكاي لايت بورتال، انا دلوقتي اي حاجة هلعب فيها هلعب الشمس في الـ في settings الشمس بس بالظبط الشمس. جدع حلو. بس هم مش عارف بقى هتلاقي عندكم السكاي لايت بورتال اه ولا هي موجودة عندي. اوكي وصلت؟ تمام. طب ايوه. طب انا استخدمه فين غير الشبابيك دي؟ مش فاهم. هتستخدميه مثلا في الجبسن بورد، في السقف، في المستشفيات، في المكاتب، في الاسقف، خد بالك. لكن اوعى حد منكم يروح يحط لي بلين لايت بعرض السقف، هروقه. ماشي لا ماشي. تمام. طيب يبقى كده اول حاجه عندي في اللايت اللي هي البلين لايت، اللي هي اضرب بقى مثال على كل حاجه من الحاجات اللي احنا ناخدها بنفس الاوبشنز، هي نفس الاوبشنز، هي واحد. قبل بس ما نكمل انا عايزك اللي انا عملته ده تعمل عشان بس ما بقاش كلام مرسي، وتعمل افكت وتشوف اللايت وهكذا وترجع تعمل برين سكرين وتبعتها. ده كان النوع الاولاني اللي هو اسمه ايه؟ البلين الاغرام البلين. طب هو خلي بالك التفاصيل اللي احنا مشيناها في شكل اللايت ده هتلاقيها موجوده عندك في كل انواع اللايتس. طيب لكن الاختلاف هتلاقي مثلا في عندك حاجه اسمها ديسك. هو ايه الديسك ده يا ابراهيم؟ بص كده شكله ايه ده مدور. تعالى كده نبص ابراهيم كده من البرسبكتيف، نخلي البرسبكتيف نتفرج عليه كده نشوف هو فين. ده عباره عن شكل مدور بس. استخدمه في ايه ده يا ولاد؟ يعني بدل مربع مدور عم بايه ده؟ سبوت لايت. اه سبوت لايت، لان هو بيخرج لك من وان سايد زي البلين لايت كده بس شكله دائري. طب انا استخدمه ازاي في السبوت لايت؟ حاول انتوا معايا صح؟ مع حضرتك. طيب اهم حاجه وانت شغال في السبوت لايت ما تروحش تجيب البلين لايت وتحطه كده. امال انا هعمل ايه يا ابراهيم؟ تفتكر هعمل ايه؟ انا مستني اسمع. لا مش عارف الصراحة. هتجيب يعني شكل كده لونها. دلوقتي هتروح تحط سبوت لايت عندك في السقف صح؟ بالظبط. هل اه هل هتروح تجيب الديسك لايت وتروح انت حطيتها هنا لازقها؟ ولا تروح تجيب وحدة الإضاءة لا وتحط جواها؟ افرغ لها. لا غير ان انت تفرغي لها، تيجي فين السورس اوف لايت بتاعي؟ يعني فين شكل اجيب السبوت؟ ال
تجيبي السورس الاسوات، نفسه. اه تجيبي السورس نفسه. بص انا هبعتك ادي الاسوات اهي، ده عباره عن واحده من ضمن المكتبه برضك اللي هي موجوده معاك. طب انا هعمل ايه؟ هتروح انت جايه هنا كده اللي هي السبوت، واروح جايه عاملها هنا كده دراجع بره مرج اللي هي دي، هتشايفها؟ وتظبطيها الاول. اظبطها ازاي يا برهم؟ هتيجي كده كبرسبكتيف اهي. ده انا مش عايز اللمبه دي، انا هاجي اعمل هنا كده انجروب، يعني اقصد تأيفها على حسب المكان الحاجه اللي عامل. طب ماشي، ثم هتسيبها كده ابراهيم ولا تعمل ايه؟ حط الديسك بقى جواه، لا، هو انت بتشتريها كده من عند كهربائي؟ نحط لها لا، ما هي ماتيريال. لازم ايوه حاجة ماتيريال، ماتيريال بس احنا ما خدناش ماتيريال. ما انا قلت لك عندك الماتيريال الجاهز، يعني هتاخد اي كوره وتيجي من هنا كده سيلفانا، وراح جاي واخد مثلا انا عايز خامتها تبقى جولد راف مثلا او جولد عادي، هو واخد ايه بالك؟ الفرق؟ ده واحد خيشن واحد لا، ماشي كده. الصاين وشو. ثم حاجه يا كاترين كده، واجي بقى لصاحبنا الله يبقى حضرتك، هتروح انت جاي واخد الديسك اهو، واجي اقول له لو سمحت ارسمي هنا ديسك، يعني انت تظبطي وحده اضاءه، لان انت خلي بالك يا اولاد انت مش هتعمل الكلام ده على طول، ده انت هتبقى عندك يونتس ويا دوبك هتجيبها تكررها فقط. حد معايا؟ يعني انا مش كل شويه هعمل الموال ده، انت بعد شويه مش هتلاقي حاجه تعملها غير انت تعمل ديزاين بتاعك. لونها ايه ماشي مثلا؟ خلاص انا بالتمبريتشر بتاعتي خلاص بقت اسهل بالنسبه لي، احط له الرقم فيجيب لي اللون من غير ما اوجع دماغي. اهي ماشي. ماشي خلاص عايز ايه تاني؟ القوه 30 ماشي، خليها 100 وبرده قبل ان احنا نعدلها. طيب ثم الدنيا كده متظبطه، هروح جاي هنا طبعا جروب، ممكن اقلل عملنا الريديوز جروب، يا فندم. عملنا جروب. هعمل جروب بقى، همسك دي كده واجي اقول له لو سمحت روح اعمل هنا دي. انا خلاص وحده الاضاءه معايا، هبتدي بقى انا اشوف فين بقيه الكتل. اهي ادي الشكل اهو، واجيب من هنا الكاميرا بتاعتي اللي انا ببص هحط فين فيها الكتله يا كاترين. اهي هي الحته دي شايفها؟ مش انت حطيتيها كده هنا اهي السقف؟ ايه الحد انا مش شايفها، هتلاقيها على الارض اهي كده اهي شايفها؟ ايه الحد صغننه قوي، كبرها كبرها بوحده الاضاءه بتاعتها اهي، هتشايف اهي. طب معلش انا عايز اتاكد انها راكبه صح، ما تبخلش على نفسك ان انت تيجي تعمل سيلكت كده كنترول وامسك الاثنين واعمل الت كيو وتركبها عندك صح، ان هو ده هيبقى المستوى اللي انت هتوزع عليه الباقي. انت معايا؟ اهي تمام. ابيتها صح وما حدش يكره، خلاص انت الموضوع بالنسبه لك بقى سلس وسهل. يعني انت هتعمل ايه؟ حاجه خلاص شفت، ولو عايز واحده عايز اثنين مفيش مانع طبعا، بس المساحه دي ما تستحملش بس ماشي، وتاخدهم انستنس واروح اظهر الكل ايزوليشن اهي، اشيلها فشت الزوم بس بطلعها وانزل واجي اعمل رندر هنا بقى. كده رندر. بص كده سبوت ده ولا مش سبوت؟ مش اسبوت. يا نهار اسود ده ايه اللي والع ده؟ نور قوي نور قوي عشان احنا عاملين 100، صح؟ ايوه ماشي، ولو المية ما يعملش دي. ها عايزين نعمله invisible. خليها انفيزبل ولا ايه؟ هنشوف. صح، نعمله لا invisible. مش هخليها انفيزبل طبعا. ليه؟ ها ما دي مشكلة، حل بقى. الله ده هو حجمه صغير. لازم ان شاء الله اعمل ايه؟ نصغره شوية. ما هو صغير اصلا، يعني هو ظاهر ان هو صغير قدامك اهو، انا ما عملتش حاجه ولا لا ولا في اي حاجه، هو مظبوط وتمام ومبيت وتمام التمام. لازم نفرغ مكانه. حتى لو عايزه تقللي القوه بتاعته بدل ما امسك واحد واحد، انا ممكن اطلع من قائمه تولز، هتلاقي عندك هنا وظيفه اسمها ايه؟ ايري لايت بتجيب لك ليستر كل انواع اللايت اللي انت عاملاها، اللي هو من ضمنهم مين؟ ديسك. واجي اقول له لو سمحت بدل القوه دي خليها لي هنا 50. شوفوا كده هيبقى فيه معلش هنا احنا طلعنا القائمة دي منين؟ من قائمه تولز في ري لايت ليست، دي عباره عن قائمه بتجمع لي فيها كل انواع اللايتس مجمعه على بعضها، عشان اللي انت مش عايزاها تقدري تطفيه وتشغليه من هنا مره واحده. اهي تولز في ري لايت ليست، تعالى نعمل ريندر كده. شوف كده برهم الحق يا ابراهيم دي ولعه.
ليه طب احنا او كده ممكن نعدل في الدايركشن طب ما حدش ضربت اللي في هو دماغه في الريكتانجل ديسك. لا ما حدش ضربت في دماغه، ده هي ممكن تكون السيتنجز ضعيفه، المحاسبين القليلين اللي بيحسبوا حسابات الاضاءه كده في الاونطه، ما دي خلاص برضك يا ابني، ماشي. بص كده تعالى نخليها 8 اهي، شوف كده ولا اي حاجه لسه ورد لسه. طب يمكن الريديوس، ما انت جيت كبرتها، انت جيت كبرت ريديوس، طب اعمل ايه؟ اعمل الت كيو وقتي خلاص، وتعالى فك هنا الجروب اهي، ان جروب، وفك اللايت ده ديليت خلاص، يا اما هتروح تقفل الماكس وتفتحه، بس هنجرب دي الاول. ادي هنا كده، ادي ده انا بقول لك كده المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت لوحدك، عادي جدا وتتعامل بمنتهى الاريحيه يعني. ايه ايفو، واجي هنا كده اوصلها كبيفوت اهي، واجي اجيبها من الارض، ما هي بايته في نفس مكانها اللي فوق خلاص، وانا هاجي اضيق بايتها في مكانها، هتشايفها الريديوس عايز يكبر، حاضر ادي الريديوس بتاعك اهو ماشي، واجيب هنا اشيل الايزوليشن خالص وهي زي ما هي، واجي اعمل هنا كده رن، اقف هنا كده واروح جاي اعمل رن. ظبطت؟ هتظهر بس هتفضل عاملة كده برضه. ظبطت؟ هي بدأت لا طب معلش، هي الغلطة كانت فين؟ بس بمنتهى الأريحية تشيلها وتحطها، يعني ما فيهاش مشكلة يعني، فاهم يعني، أنت لما ما تتخنقش أو تتضايق إن أنت في عندك حاجة باظت، لحد معايا؟ شكلها كانت تحت أوي لدرجة إنها خارجة بره الدايرة بتاعة السبوت بالظبط. وممكن لما نكون جينا عملنا سكيل، أنا مش فاهمة بالظبط اه، منين، بس أقول اه ممكن السكيل هو ممكن اللي السكيل يكون بوظها، فانت خد بالك الحاجات الصغننه دي بتفرق معاك قوي. بص خلي بالك، انا عرفتك ان انت ممكن تكون من ضمن السب ديفيجن قليله تعمل لك مشكله، ممكن يكون سكيل وانت مش واخد بالك يعمل لك مشكله. بس سبوت ده ولا مش سبوت؟ سبوت صغير. ده سبوت ونص، بس خد بالك الايفكت على الحيطه احنا لسه ما خدناهوش، اللي هو شكل الهلال او شكل الاي اس. يبقى احنا كده طلعنا بزيتون، ده انت على حسب شكل الايفكت اللي هو بتاع اللايت، على حسب انا بستخدمه فين. بس هو في سؤال، هو ده انا ينفع استخدمه في نجفه بدل نجفة اللمبه؟ بدل اللمبه يعني، ده ايكوال كده اللمبه؟ لا ما اظنش انه ليه؟ ده لان انت عندك هيبقى دي عشان بتديك سطح واحد، لكن اللمبه بتنور لك 320 درجه، فده نوع تاني من انواع اللايت. تحليلك ده انا مهم بالنسبه لي، احسن ما انت تروح تعمل ايه، تروح رازع اضاءه والسلام. حد معايا يا اولاد؟ وصلت؟ بس وصلت؟ ده مشابه للبلين لايت بس ده مدور والتاني مربع. طب افرض ان انت عندك يا ابراهيم ولا الشكل بتاعك ولا مدور ولا مربع، هتعمل ايه؟ يعني مثلا انت عندك الشركه بتاعتك ان شاء الله اكبر شركه مثلا في البلد وحط عليه اسم ابراهيم، هتعمل ايه؟ عايز الاسم ده ينور ده الفلورسنت اللي انا بقول عليه، اللي هي الحاجة مثلا المنورة. او الليد لايت، هعمل ايه؟ هنفكر بصوت عالي يا اولاد. ها ماتيريال منورة، مش عارف. طب كاترين سيلفانا، هاي دي ما اعرفش سكت ليه. تعرف نفكر بصوت عالي سوا. هو اوكي تقريبا احنا في كان حاجة، عندنا أداة تكست، عندنا أداة تكست بنكتب ماشي، بيها. ما هو ده تكست ده للكتابه، حلو. لا ده انا عايز الليد لايت او الاسم نفسه ينور. أفكر أنا حاول، قال لك ده بقى النوع الثالث اللي هو من انواع الاضاءه اللي هو اسمه مش لايت. اسمه ايه؟ مش لا ماله بقى؟ ده بيروح يخلي لك اي اوبجكت اي مكان برهم ينور. يعني مثلا انا عايز اعمل ليد لايت او في بيت النور ده، شايفه ليد بروفايل، هعمله ازاي؟ حد فاكر لما جينا خدنا وعملنا ريكتانجل كاتو دي اس بي لاين، حد شايف؟ انا ماله خلي بالك انيبل ريندر بس وانيبل خد بالك ريبورت. ده ما بيظهرش، الايفكت بتاعك بس اللي بيظهر. هتيجي هنا كده وتقول له لو سمحت ريندرنج، انيبل ريندر اهي، انيبل فيو بورت، واعمل ايه دي تخان. بس خد بالك هو مش هيسمع كلامك الا لما تيجي تحوله، اكيد يا كاترين لازم تحوليه 3 دي رسمي. ازاي؟ Convert to editable.
لازم يبقى 3D. جنريت مابينج. لا جنريت مابينج ايه، لا كليك يمين كونفرتو اديتها في البولي، ثم اروح يا كاتب اروح جاي مبيته في مكان. تعالى بس نكبر ده كده اهو، واروح جاي مبيت ده كده في مكان. شايف؟ تمام، حلو قوي الكلام ده، ممتاز. لزقته في مكانه، هنوره احنا ليه حاولنا اديتها في البولي؟ عشان الامر بتاع مش لايت ما بيشتغلش الا مع 3D كتله المجسمه. طب احنا عملناش اكسترود وخلاص. بس ما ينفعش اكسترود، ما انت لو عملت اكسترود هيبقى مسطح كامل، يا اما تعملي اوت لاين واكسترود. ماشي، حاجه هنا كده ادي اللايت، واخد مش لايت. وادوس وان كليك. ماشي، طب انت بعد ما دوست وان كليك ايه المطلوب؟ المربع اللي انت عملته ده لازم تعمل ما بينه وما بين الشيب اللي فوق لينك. اللينك هنا اهو هتلاقيه مقفول، مش هيظهر معاك الا من الموديفاي. اهو حاجه اسمها ايه؟ اكمل. بيكمشن. واجي هنا كده ودوس وان كليك. بقيت انت عندك الشيب اللي فوق اسمه ايه؟ فيري لايت. خلاص، تعالى بقى نغير القوه، اخليها مثلا 200 مثلا. وخلي بالك الليد لايت ده مش وحده اضاءه اساسيه، يعني تبقى حاجات خفه. حاجه هنا كده 2700 او 3000 زي ما قالت فريده مثلا، او كده. انا ماشي، حاجه هنا كده، واجي اقول له لو سمحت روح اعمل لي هنا رند. شوف كده، تعالى بس نطفي الاضاءات الكتير قوي. يعني انت عندك، انت حاطط شمس صح؟ والشمس دي تعال نشوف قوتها كام، تعال نخليها مثلا 0.2، رايت وبلين. نخليها نعتمها شويه. والبلين اصلا انا شلت وقفلت الفايل من جديد، ما عنديش اي وحده اضاءه تانيه غير السما، وخليها بص كده. هو ممكن الحتة ان انا عملت لهم كونكت ببعض ازاي؟ من موديفاي بيك مش، انا كده كده هعملها تاني، خلي بالك. او ممكن ادبسك تملهاني. شكلها حلو، تقريبا هيطلع شكلها حلو. بس خد بالك ما بيبقاش بالتوهج ده، انا حاطه عشان انت تشوف. بصوا بقى ظاهر في الريفلكشن ازاي. انا كنت برضه هقول مش دي وظيفة الفي راي ان هو يطلع الحاجة واقعية؟ ما هو ده اللي احنا قلنا النهارده. بس هو خلي بالك مش وظيفه الفيري اللي هو بتخليه يبقى واقعي، الفيري ملهاش علاقه بالواقعيه. يعني لا، قصدي الريفليكشن ده، برضك ولا الريفلكشن مسؤول عن ردود الواقعيه. الافعال. هو مين يا اولاد المسؤول الوحيد عن الواقعيه؟ احنا. احنا انا بس الاوبشن موجود تحت ايدي اهي، وانا اللي بغيرت فقط. يعني كده ممكن اغير في الكالر بس عشان ما يبقاش اصفر كده. اوكي كنسل. هي بس هي قوية قوي. انا قللتها. انا تعالي هنا كده وهاجي هنا كده، الكالر بتاعي تمبريتشر، يا اما اختار من لون يا اما اختاره مانيوال، يعني ممكن اخفه كده اصلا. يمشي؟ هنا في اقصى كل شيء ممكن. تمام كده. ماشي، لو انت لاحظت الدنيا كل شوية بتنور او بتزيد او بتبقى احسن، يبقى كده يستاهل تسكين زيادة صح؟ يستاهل. ماشي، هو احنا بس يعني عايزين بقى نجرب كل اللي بيحصل ده، نجرب ايه؟ نجرب الحاجات دي. ما انت هتاخد التاسكات، انت مش قصدك على الوقت لازم هنجرب طبعا، يعني ما انا هو هخلص دي ممكن ونجرب الحتة بتاعت ان انا عملت لهم كونكت ازاي؟ حالا دلوقتي. ما انا عارف، بس بص التوهج بتاعه عامل ازاي؟ برضك ما تبقاش كده، خلي بالك من خدعه ان الايفكت او السيتنج بتاعتك صغيره عشان النقرشه دي، ما دي نويز. خدت بالك؟ طب هعمل كونكت تاني ازاي؟ انا هاجي هنا كده واجي هنا للتكست اهو، وهكتب هنا في التكست، وبعد ما اكتب ادوس وان كليك. اللي انا كتبته هيظهر لي اهو. انا عايز الاسم ده ينور، هعمل ايه؟ مين يمليني؟ ومين كان واقف في الخطوات؟ مش لغاية، أنا مش يلا. فاكرة. هو انا مش فاكر، انا كمان برضه حضرتك. طبعا خلي بالك دي لمبه فلورسنت مفيش مانع، بس انت تخنيها بقى، يعني تخليها انيبل ريندر، زودي التكنس شويه. هتشايف؟
ايه اللمبة الفلورسنت مثال دي؟ اه دي مدورة اهي. ماشي. تعال نغير بس هنا حرف الاكس عشان مش باين. نغير الفونت، اي فونت، انما حرف الاكس هنا ايه مطيره، مش مخليه 3D. شايف؟ تمام. تمام. وانيبل ريندر. ماشي يلا، مين اللي مليان خطوات؟ هخليه في ري لايت، خالص. هخليها 3D يعني ايوه صح. بالكل. هو انا ينفع اعملها من modifier list عادي؟ طبعا. يلا ايه تاني؟ في ري لايت اهي ثم مش وادوس وان كليك. رون كليك هنا بقى اولاد مش هيسمح لك تعملي بيك، لازم تخش من الموديفاي ديفاي عشان اعمل بيك مش وات از وات از وان كليك. مختار. هي من اللحظه دي بقت ايه؟ اضاءه. عايزه تغير لونها، ايه رايك نخلي لونها ايه؟ احمر. طب ماشي قوتها قد ايه؟ قد كذا. اعمل رندر بقى كده وخش فوكس على الجزئيه دي كده. تطلع فظيعة. أحمر بلاش احمر، عايزين لون ايه؟ خليها أحمر ماشي، احمر. خلي ماشي بيبي بيو اوكي، هنعمل مش رندر. مشكلة أي حاجة. شوف كده، واو ممتازة صح؟ ما بلش يا ممتازة. حلوة. ده أكيد أكيد علشان اللوسيتنس. ايوه جدع، برافو عليك. انا كنت لسه هعمل حالا ايه، هخلي دي كده زي ما هي، وهعمل ريجن عشان هعيدها تاني فين بس هايسة تاني، بس همسك الحته دي عشان اوريك بس توزيعة الاضاءه عامله ازاي. كانسل دي واستوب دي خلاص، واجي اخش من ريندرنج، واجي اخش من ريندر سيت اب، very high واجي هنا ليه فيري هاي رينج، جهاز يولع. اجي اخلي دي كده مثلا، هنقول مثلا 2000 يعني جزئيه طبعا، معلش اهي، واكتب دي هنا كده 2000، وتعالى هنا كده خلي بدل 2، بص ده انا مخليها 2 بفسر يعني خلاص. واجي هنا كده ريدنت لايت كاش، واخلي دي هنا ميديوم، واجي اخلي هنا دي كده 1500 خلاص. وفي عندك في الاليمنتس وظيفه بتشيلك النويز، وظيفه اسمها في ريد نويز، يعني لو في نويز ابيض بيشيل نويز اللي هي طرطشه او نقط بيضاء. هنعمل رندر على الحته دي، على حته صغننه. هتبص البيكسل بتعمل بيها ازاي، كتير قوي. بس شوف انت، ما انت بتفاينل طبعا. انا رقفت بحاله وخليته 2000 مش 4، يعني وقت الريكورد